بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة القاهرة، مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية، مقرر نظم محاسبة التكاليف Cost Accounting Systems. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الثالث في مجموعة فيديوهات المراجعة التي وعدتكم بها لتأهيلكم واستعدادكم لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بإذن الله. وسوف أتناول في هذا الفيديو مراجعة موضوعات الباب 17، وهو Process Costing Systems. Hello dear students, this is video number 3 concerning revision of chapter 17, Process Costing Systems. Hoping that this revision will help you achieve full marks in your final exam بإذن الله. ربنا يوعدنا ويوعدكم جميعا بزيارة الكعبة بإذن الله. First, we need to have a comparison between job costing systems and process costing systems. سوف نبدأ المراجعة في هذا الفيديو الآن بعمل مقارنة ما بين خصائص وسمات نظام الجوب كوستنج ونظام البروسيس كوستنج، وإن كان هذه المقارنة سبق وإننا أجريناها مع حضراتكم في شابتر نمبر 4 اللي هو كانت في فيديو رقم 1. الفيديو رقم 1 في دوز عالية جدا من النقاط اللي هي theoretical واللي هي بتكون إن شاء الله موضع أسئلة الامتحان، فأرجوكم تخلي بالكم منها. وإحنا دلوقتي بس علشان مجرد نذكر حضراتكم باللي قلناه في الفرق ما بين الجوب كوستنج والبروسيس كوستنج ومتى يتم تطبيق كل نظام، فبنعمل مراجعة سريعة على هذا الجزء، وبعدين إن شاء الله بندخل في تفاصيل المعالجة المحاسبية للبروسيس كوستنج. إحنا زي ما قلنا we have two main types of costing systems. إحنا عندنا نظامين رئيسيين لحساب التكلفة. النظام الأول هو عبارة عن job costing، والنظام الثاني هو عبارة عن process costing. وقلنا قبل كده وبنكرر تاني، متى يطبق نظام job costing system؟ أهو زي ما هو واضح قدام حضراتكم بنقول it is used to operations that have distinct or identifiable units of a product or service. ده النظام ده يطبق في حالة إذا كانت المنشأة الإنتاج بتاعها عبارة عن إيه؟ وحدات مختلفة، وحدات متميزة عن بعضها. طالما الوحدات مختلفة زي ما قلنا قبل كده، طالما إن الوحدات مختلفة قبل كده زي ما قلنا قبل كده في المواصفات، وبالتالي هتكون مختلفة أيضا في التكاليف. ومن ثم ما ينفعش عشان أحسب تكلفة each job
عشان احسب تكلفه الجوب الواحده ما ينفعش ان انا اجيب التوتال مانيفاكتشرنج كوستس اند تو بي ديفايدد باي ذا نمبر اوف جوبس بروديوسد. ما ينفعش اجيب مجموعه تكاليف الصناعيه واقسمها على عدد الجوبس اللي انا انتجتها اروح مطلع افريج كوست بير جوب، ما ينفعش. وعشان كده قلنا هناك وبكرر تاني انه اسلوب الافريجنج ما ينفعش يستخدم في الجوب كوستنج سيستم، لكن ينفع يستخدم فين؟ زي ما قلنا قبل كده برضو في النظام الثاني اللي هو البروسيس كوستنج سيستم. في البروسيس كوستنج سيستم احنا الوحدات اللي بننتجها كلها ايدنتيكال يونتس، كلها وحدات متماثله سيميلر، وحدات متطابقه. طالما الوحدات في ظل البروسيس كوستنج، طالما ان الوحدات اللي بننتجها كلها متماثله متطابقه، يبقى تكلفه الوحده دي زي دي زي دي زي دي، كل الوحدات تكلفتها زي بعض تماما. يبقى اذا ما فيش اطلاقا اي معنى لان احنا نفتح اكاونت مستقل لكل يونت في البروسيس كوستنج عشان نحسب تكلفتها. هتوصل لايه؟ زي ما قلنا قبل كده هنوصل لايه؟ لان تكلفه كل وحده زي الثانيه. طب ما يبقى من البدايه بقى الاسلوب العملي ان احنا عشان نحسب التكلفه بتاعه الوحده الواحده يكون الامر ازاي؟ يكون بان احنا نجيب البروسيس كوست، تكاليف المرحله او تكاليف العمليه، اند ديفايدنج ات باي ذا نمبر اوف ايدنتيكال يونتس. نقسم التكاليف بتاعت العملية أو المرحلة، نقسمها على عدد الوحدات المتطابقة المتماثلة. وده اللي هنشوفه بقى بالتفصيل إن شاء الله في الفيديو بتاعنا الثالث دلوقتي النهاردة بإذن الله. صبروا بس. طيب خلاص خلصنا. إحنا كده كنا بنراجع كلام سبق قلنا في فيديو نمبر 1 اللي هو بتاع شابتر نمبر 4 جوب كوستنج. طيب عايزين نقول إيه تاني؟ اهو بنقول تاني بقى ان الجوب كوستنج سيستم، في النظام بقى بتاع الجوب كوستنج ده بيحصل ايه بقى؟ قلنا individual jobs، كل طلبيه use different quantities of resources، كل طلبيه بتستخدم وبتستهلك كميات وانواع مختلفه من الموارد. غرفة النوم الأولى زي ما قلنا قبل كده بتنتج من إيه؟ خشب ورد، يبقى دي صنف. ومش كده وبس، والقطع بتاعتها عدد القطع ومقاساتها مختلفة عن الجوب نمبر 2. الجوب نمبر 2 اللي هي غرفة نوم برضو اسمها كده، هي متشابهة في الاسم غرفة نوم، لكن مواصفاتها بقى إن الكاستمر بتاعها طالب إن يتم إنتاجها من خشب أرو أو خشب زان أو خشب موجنة، صنف مختلف. كل صنف من اصناف الخشب دي تكاليفه مختلفه عن الاخر، وعدد كمان القطع اللي الكاستمر نمره 2 طلبها، عدد القطع مختلفه عن الكاستمر نمبر 1، والمقاسات بتاعتها مختلفه. اذا كل جوب من الجوبس اللي احنا بننتجها بتستهلك كميات من الريسورسز مختلفة عن الأخرى. مش بس اختلاف في الكميات، ده اختلاف كمان في المواصفات. دي بتاخد خشب ورد، دي خشب زان، دي خشب أرو. ومعنى هذا ان حتما التكلفة بتاعت انتاج each job هتكون مختلفة عن the other one، كل جوب هتبقى تكلفتها مختلفة عن الجوب الأخرى. So أو قال لك بقى هنا So، ولذلك بقى it would be incorrect، هيبقى من غير الصحيح to cost each job، ليس من الصحيح ولا من المقبول إنك تحسب تكلفة كل جوب at the same average production cost، بنفس متوسط التكلفة بتاعت الإنتاج اللي سيادتك تطلعه. ده غلط. يبقى أصلا في الجوب كوستنج ممنوع ومحظور إننا عشان نحسب تكلفة الكوست أوبجكت اللي هو الجوب، يعني ممنوع إن احنا نستخدم الأفريج. قلناها قبل كده كتير وبقولها النهارده كتير، عشان والله العظيم مفيش استاذ تكاليف في اي كليه الا ولازم يسالك في النقط اللي بنتكلم فيها دلوقتي دي. خلاص مالكش حجه. طيب
يلا كله ياخد شفطة من العصير اللي أنا شايفه حاطينه قدامكم ده. كمل معايا بقى. طيب ده كان الكلام عن جوب بوستنج. نقل بقى دلوقتي بيقول لك إيه؟ إن كونتراست، وعلى العكس من ذلك، وين ايدنتيكال أور سيميلار يونتس، لما تكون بقى الوحدات اللي بننتجها متماثلة متشابهة خلاص؟ ار ماس برديوست، وبتنتج بكميات كبيره ضخمه. في الحاله دي ايه بقى؟ قال لك في الحاله دي بروسيس كوستنج، ايوه، از يوزد تو كالكوليت ان افريج برودكشن كوست فور اول يونتس برديوست. في الحاله دي، في حاله تطابق وتماثل الوحدات المنتجه في الكميه الضخمه اللي بننتجها دي، الاسلوب الوحيد الصحيح لحساب تكلفة اليونت الواحدة من اليونتس اللي احنا انتجناها، هو انك انت تستخرج متوسط للتكلفة، والمتوسط هنا ده هيبقى بيعبر عن التكلفة الصحيحة لكل وحدة، لا ظلم ولا ضرار ابدا. برضو الكلام ده لو تفتكروا احنا سبق وقلناه قبل كده. طيب لما نيجي نتكلم بقى لما نيجي نتكلم على المانيفاكتشرنج كوستس، افكركم احنا في الجوب كوستنج اللي قلناها في شابتر 4، قلنا ان المانيفاكتشرنج كوستس كونسيستس اوف دايركت ماتيريال ودايركت ليبر واوفر هيد، 3 جروبس: دايركت ماتيريالز، مواد مباشره، واجور مباشره، أجور عمال اللي بتوع الإنتاج، والمجموعة الثالثة اللي هي الإندايركت كوستس اللي هي أوفر هيد. الكلام ده في الجوب كوستنج. طب هما، بص خليك معايا، طب هما برضه بفكرك بيقولوا قبل كده، طب هما المحاسبين لما يكونوا بيستخدموا الجوب كوستنج بيبوبوا التكاليف الصناعية إلى العناصر الثلاثة دي ليه؟ ليه ما بيبقوهاش بالطريقه اللي هنقولها النهارده في البروسيس كوستنج؟ ليه؟ لان احنا في ظل الجوب كوستنج قلنا دلوقتي ان each job is different from the other one، كل جوب بننتجها مختلفه عن الجوب الاخرى من حيث الكوانتيتي اوف ريسورسز يوزد، كميه الموارد المستخدمه، ومن حيث مواصفاتها. ف كل وحدة كل جوب مختلفة في تكاليفها عن الأخرى. طالما في اختلاف بين المنتجات في التكاليف، يبقى أنت لازم تحسب تكلفة كل وحدة لوحدها، لازم تحسب تكلفة كل جوب باللي يخصها، تحملها باللي يخصها. يعني احنا عايزين نعمل كوست اساينمنت، ايوه، عايزين نعمل تحميل للتكاليف اللي اتصرفت في المنشأة، عايزين نحملها، نشوف العنصر الاولاني ده يا ترى اتصرف من اجل انهي جوب. بالبلدي كده، العنصر الاولاني في التكاليف ده اتصرف عشان خاطر مين من المنتجات؟ كل منتج تسبب في ان احنا صرفنا تكلفة معينة، يبقى ينبغي أن يحمل بهذه التكلفة. إذن أنا محتاج أمسك عناصر التكاليف وأشوف كل عنصر بيخص مين. كلمة أشوف كل عنصر بيخص مين يعني معناها أن أنا هتتبع، أيوة ده تتبع، تريسينج. فأنا محتاج أعمل تريسينج للتكاليف، أمسك كل عنصر وتتبعه من ساعة ما خرج من مصدره لغاية ما استخدم في العملية الإنتاجية، يا ترى في خط السير بتاعه ده دخل في النهاية في أنهي منتج. يبقى أنا محتاج أعمل تريسنج، أيوة. طيب أنا لما بعمل تريسنج، هل كل عناصر التكاليف هلاقي إنها تريسابل؟ هلاقي إنها ممكن تتبعها؟ نو. لما أجي أعمل بقى تريسنج، هلاقي إن جزء من عناصر التكاليف تريسابل، جزء ممكن اتتبعه، ودول اللي هم مين بقى؟ دول اللي هم الدايركت ماتيريالز والدايركت ليبر. دول من واقع السورس دوكيومنتس، الكلام اللي انا قلته في شابتر 4 اوعى يكون اتناسى، من واقع السورس دوكيومنتس المستندات الاساسيه اللي انا
بنشئ بها هذه التكاليف الماتيريالز ريكويزيشن والورك كارد. من واقع المسألة دي انا اقدر اتتبع الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر واقدر امشي وراها خطوه خطوه واعرف دي دخلت في انتاج انهي جوب، يبقى دي تريسابل. عشان كده بنسميها دايركت كوست، يعني هنحملها مباشره من غير لف ودوران ومن غير دوخه. انما المجموعه الثانيه من عناصر التكاليف زي ايه بقى؟ زي فاكتوري رنت، ايجار المصنع، اللايتنج، الهيتنج، الاير كونديشننج، السيكيوريتي، كل دي عناصر تكاليف كان لابد تتصرف من اجل الانتاج. ما قلناش لا، اوامر الانتاج الجوبس محتاجاها، بس وكل الجوبس استفادت منها، بس هل تقدر حضرتك، هل عندك وسيله تعرفك بقى كل جوب خدت حته قد ايه استفادت بها من التكاليف دي؟ ابدا مش ممكن. ايوه، يبقى عشان كده بقى بنقول ان المجموعه الثانيه من التكاليف دي ذا اذر جروب مالها بقى؟ بنقول عليها نون تريسابل، مش ممكن اتتبعها. وطالما انها نون تريسابل وفي نفس الوقت احنا مصممين نعمل لها اساينمنت على الجوبز، طب هنعمل ايه؟ بنلجأ زي ما قلت قبل كده، نلجأ الى حيله بحيث نتوصل منها في النهايه لان احنا نعمل اساينينج للكوستس دي على ايه؟ على الجوبس اللي هي الكوست اوبجكتس بتاعتنا. الحيله اللي هنعملها دي اللي احنا بنسميها بقى ايه؟ بنسميها اللوكيشن. ايوه، يبقى خلي بالك زي ما قلنا هناك وبكرر تاني عشان مالكوش ذنب بقى عندي، لما اجي اسالك اقول لك الدايركت كوستس are assigned to cost objects، بحملها باي باستخدام ايه بقى؟ تروح قايل لي تريسنج. اوعى تغلط وتقول لي باي الوكيشن، تريسنج، لان العناصر دي تريسابل. ولما اجي اسالك سؤال تاني واقول لك ان الاندايركت كوستس او الاوفر هيد يعني are assigned to cost objects using باستخدام ايه بقى؟ اوعى تغلط وتقول لي تريسنج، لان المجموعه دي نون تريسابل. اما نقول ايه؟ نقول باي الوكيتنج كوست الوكيشن. خلاص واضحه؟ ان شاء الله واضحه. طيب يبقى احنا اتفقنا بقى ان في ظل الجوب كوستنج التكاليف بتتقسم الى ايه؟ ثلاث عناصر. ليه؟ according to their traceability، بنقسمها بحسب ان احنا عايزين نعمل تريسنج، فبحسب ما اذا كانت تقبل التريسنج ولا لا تقبل. المجموعه اللي بتقبل تريسنج هي دايركت ماتيريالز دايركت ليب، المجموعه اللي هي لا تقبل ولا وتأبى انها تتعمل لها تريسنج دي اللي هي الاوفر هيد. فكان لازم نقسم التكاليف هناك الى مجموعه ممكن تتبعها وتبقى اسمها دايركت كوستس، ومجموعه لا يمكن تتبعها. ادي الحكمه من تقسيم التكاليف في الجوب كوستنج بهذا الشكل. عفوا. لكن لو جينا بقى، لو جينا للبروسيس كوستنج، انت في ظل البروسيس كوستنج قلنا بتنتج ماس برودكشن، كميه كبيره من وحدات، وجميع الوحدات ار ايه بقى؟ ايدنتيكال. جميع الوحدات اللي انت بتنتجها متماثله. وقلنا قبل كده طالما الوحدات كلها متماثله متطابقه تماما، يبقى حضرتك بقى هتمشي ورا كل علبه كنز انتجتها، كل وحده، وتشوف انت حطيت فيها قد ايه انجريدينتس. لا طبعا، ده كلام فاضي. خلاص، يبقى انا مش محتاج في البروسيس كوستنج ان انا اعمل كوست تريسنج. وطالما مش محتاج اعمل كوست تريسنج، يبقى انا مش محتاج ابوب التكاليف في الحاله الثانيه دي الى دايركت واندايركت. مش محتاج، انا بقسم التكاليف الى دايركت كوستس واندايركت لما اكون عايز اعمل تريسنج. وانا امتى ببقى عايز اعمل تريسنج؟ لما اكون نظام الانتاج بتاعي ان انا بنتج ايه؟ بنتج ديستينكت يونتس،
وحدات مختلفة. لكن لما أكون أنا بنتج identical units وحدات متماثلة، يبقى أنا مش محتاج إطلاقاً أعمل cost tracing، مش كده؟ آه. وطالما مش محتاج أعمل cost tracing، يبقى مش محتاج أقسم التكاليف إلى direct وindirect. التقسيم direct وindirect ما يتعملش إلا لو كنت أنت ناوي تعمل cost tracing. إحنا في ظل process costing مش محتاجين، مش عايزين نعمل cost tracing، لأن جميع الوحدات خدت تكاليف زي بعضها، كل وحدة واخدة زي إخواتها. كويس. طب يعني أنت هتجيب في البروسيس كوستنج هتجيب كده المانيفاكتشرنج كوستس كلها على بعضها كده كتلة واحدة؟ لا، هنعمل لها كلاسيفيكيشن. هي أخرى؟ أيوة. طب هتعمل لها كلاسيفيكيشن شكله إيه؟ طالما إن أنت مش محتاج قلنا تعمل تريسنج، يبقى تعمل لها كلاسيفيكيشن إيه بقى؟ هنعمل لها كلاسيفيكيشن according to the time they are incurred, they are used. هنقسمها بقى بحسب التوقيت اللي كل عنصر تكلفة بيحدث فيه. طب انت بتعمل كده ليه؟ هو مش كل عناصر التكليف بتتصرف كده ماشية مع بعضها؟ لا، ده ال direct materials، المواد المباشرة. الدايركت ماتيريالز دي يعني عادة، دي usually are used or are added at the beginning of the process. المواد المباشرة عادة بنحطها في بداية التشغيل، أول ما ندوس على الزرار ونشتغل لازم المكنة لما تشتغل يكون جواها ماتيريال. يبقى إذن مش معقول المكنة هتشتغل على الفاضي. يبقى الدايركت ماتيريالز عادة مش عايز بس ادوشكو يعني، أصل في بعض حالات تانية تلاقي المواد بيتحط جزء منها فقط في البداية، وجزء تاني لما نقطع ربع المشوار، وجزء تالت في نص المشوار، بس دي مش هدوشكو بيها ومش عليكم. احنا بقى مبسطين، الكورونا اصلها مبهدلانا، فاحنا مبسطين العمليه. احنا بنفترض في كل الامثله اللي بنشرحها وفي المسائل ان شاء الله اللي احنا هنجيبها لكم في الاختبار ان شاء الله في الامتحان السهل اللي قلنا عليه، هيبقى على طول، وهنقول لك بنفترض في هذه المساله ان ايه الدايركت ماتيريالز ار ادد ات ذا beginning of the period أو at the beginning of process، في بداية المرحلة، في بداية التشغيل. يبقى من حيث الوقت الزمني اللي بتحدث فيه الدايركت ماتيريالز بتحصل قلنا في بداية التشغيل. إنما بقى الدايركت ليبر، مجهود العمال اللي بندفع عليه فلوس، الجهد بتاع العمال اللي بيشغلوا المكان، والتكاليف الاندايركت كوستس، الاضاءه والايجار والصيانه والاخو، الاثنين دول الدايركت ليبر والاوفر هيد، الاثنين دول يا حضرات بيتم صرفهم وبيتم استخدامهم تدريجيا على مدار العمليه التشغيليه. يعني في اليوم الأول في التشغيل بنحسب للعمال أجور على قد اليوم ده، وبنكون استهلكنا إضاءة كهرباء، واستهلكنا من الإيجار، واستهلكنا من المكنة ديبريشيشن، والكلام ده يدوبك استهلكنا مقدار على قد اليوم ده. تاني يوم هنستهلك مقدار تاني، تالت يوم يعني بص بقى الاستخدام هنا عمال يتراكم ويزيد كلما تقدمت العملية التشغيلية، كل ما اشتغلنا كل ما بنصرف. بعكس الدايركت ماتيريال بقى، الدايركت ماتيريال في الفرض اللي قلناه بتتحط كلها مره واحده ساعه ما نبدا هنشتغل، ما دام هنبدا نشتغل بنحط كل المواد. كويس. فيبقى شوف الدايركت ماتيريال الوقت بتاع حدوثها مختلف عن الدايركت ليبر والاوفر هيد. عشان كده بقى
ان المانيفاكتشرنج كوست في ظل البروسيس كوستنج سيستم بتبوب مش الى دايركت وان دايركت كوستس. لا لا، ده الكلام ده بتاع الجوب كوستنج. امال هنا في البروسيس كوست التبويب يكون ايه؟ التبويب يكون حسب التوقيت بتاع حدوث التكلفه زي ما قلنا. فبنقسم التكاليف الى مجموعتين، دايركت ماتيريالز لان توقيت حدوثها قلنا في بدايه التشغيل، وبعدين الدايركت ليبر والاوفر هيد، الاثنين دول بيحصلوا جرادوالي على مدار الفتره بتاعه التحاسب اللي هو شهر مثلا. فالمجموعه الثانيه اللي هي دايركت ليبر والاوفر هيد، الاثنين دول بنبقى حاطينهم مع بعض وبنديهم ايه اسم، بنقول عليهم كونفرجن كوستس. يبقى في ظل البروسيس كوستنج بقى باختصار التكاليف تبوب الى ايه؟ تو جروبس. ايه هما بقى؟ دايركت وندايركت. لا لا لا، اوعى تغلط، هسالك فيها. امال بتبوب الى ايه بقى؟ تبوب الى دايركت ماتيريالز وكونفرجن كوستس. اهو زي ما واضح قدام حضراتكم في السلايد قدامكم، بنقول لك بروسيس كوستنج سيستم سيبريتس السيستم بتاع البروسيس كوستنج ده، بيفصل الكوستس، بيبوب بيصنف التكاليف انتو تو كوست كاتيجوريز، في مجموعتين. على اساس ايه التقسيم ده؟ according to the time when costs are introduced into the process. وادي ايه الاثنين اهم زي ما انت شايف كده، وابتدى يشرح لك اللي انا قلته دلوقتي، مش هنضيع وقتنا بقى. بيقول لك الدايركت ماتيريالز ايه هي بقى؟ بيقول لك دي يوجوالي ادد ات ذا بيجينينج اوف ذا برودكشن بروسيس. ماشي يا سيدي، خلاص عرفنا. طب الدايركت ليبر والاوفر هيد اللي هي المجموعه الثانيه دي اللي هتتسمى بقى اهو ويتش ار كولد كونفرجن كوستس. المجموعه الثانيه دي اللي هي البندين دول، الدايركت ليبر والاوفر هيد، الاثنين دول مع بعض بنسميهم كونفرجن كوست. كويس، خلاص يبقى احنا نمره واحد بنراجع ثاني اهو. اول نقطه قلتها النهارده انا معاكم، وتخلي بالكم وتلخصوها في ذهنكم، ايه بقى الفرق بين الجوب كوستنج وبين البروسيس كوستنج؟ متى يطبق الجوب كوستنج ومتى يطبق البروسيس كوستنج؟ قلناها قبل كده وقلناها ثاني النهارده. النقطة الثانية اللي تخلي بالكم منها اللي احنا بنشرح فيها دلوقتي اللي هي ايه؟ اللي هي كيف تبوب التكاليف الانتاج في ظل نظام البروسيس كوستنج. كيف تبوب؟ قلنا دي ديفايدد انتو تو كاتيجوريز، بتتقسم الى مجموعتين، دايركت ماتيريالز وكونفرجن كوستس. طب على اي اساس؟ على اساس ايه التقسيم الجديد ده؟ التقسيم الجديد على اساس ايه؟ according to the time these costs are introduced into the process. خلاص، يبقى دي النقطة الثانية. ما انت بقى كل ما تقرأ يعني وتذاكر تروح واقف واقفة مع نفسك زي ما قلنا وتلخص الكلام عشان ما يبقاش فيه دوشة كتير في دماغك. انت الله يكون في عونك، انت ناقص دماغك مدوشة اصلا. طيب نتكلم بقى على ايه؟ حاجة اسمها equivalent units. نقولها كده الاول باختصار كده بالبلدي وبعدين نبتدي نقراها مع بعض. ايه حكايه الايكويفالنت يونتس دي؟ انت عايز تقول ايه؟ ايوه، بصوا بقى يا جماعه، اصل في فرق بين حاجتين، في حاجه اسمها فيزيكال يونتس وحاجه ثانيه اسمها equivalent units. الفيزيكال يونتس دي عباره عن ايه؟ دي عبارة عن الوحدات المادية اللي هنبتدي نشتغل عليها. يعني ايه؟ بص، افرض بنتكلم في مصنع بينتج ملابس، ملابس جاهزة، بدل رجالي وفساتين وكده. خلينا في البدل، امسك منتج واحد. المصنع بينتج خط انتاج بقى، بينتج بدل. كويس، بينتج له مثلا في الشهر حاجه بتاعت مثلا 5000 بدله، 10000، ما احنا قلنا ماس برودكشن. ماشي، بص بقى خليك معايا، هي البدله الواحده ايتش يونت، يعني احنا دلوقتي هننتج مثلا 10000 بدله. ادينا تعليمات لمدير المصنع، قلنا له انتج لنا الشهر ده 10000 بدله، الديزاين بتاعها قلناها القصه بتاعتها مثلا ايطالي الى اخره.
لما نبعت له التعليمات دي بناء عليها مدير المصنع أول خطوة بيعملها يقعد كده يحسب هي البدلة الواحدة في العشر تلاف اللي هننتجهم دول، كل بدلة ما هم كلهم ايدنتيكال، البدلة الواحدة بتحتاج تكستايل، تحتاج قماش قد إيه، فبيحسب مثلا يطلع إن البدلة محتاجة 3 متر قماش، يقول خلاص يبقى أنا عايز أنتج 10,000 بدلة والبدلة بتستهلك 3 متر، يبقى 3 متر في 10,000 بدلة، يبقى احنا محتاجين يا مصنع نصرف قماش من المخزن قد ايه؟ 3 في 10,000 تطلع 30,000 متر. يروح على طول مطلع من درج المكتب يطلع دفتر فيه كده ماتيريالز ريكويزيشن اللي قلنا عليها، يروح مطلع ويكتب واحده بقى بيكتب فيها بقى، هو بيخاطب في الماتيريالز ريكويزيشن دي بيخاطب امين المخزن الستور روم، بيخاطبه بيقول له لو سمحت امين المخزن مطلوب منك تصرف لنا 30,000 متر قماش من نوع كذا، مثلا صوف هيلد او مش عارف حرير او نوع الخامه اللي هو عايزها، علشان ويكتب بقى يقول له لزوم انتاج الطلبيه، مش احنا اتفقنا بقى الطلبيه هتبقى اسمها باتش، لزوم انتاج الطلبيه 104، هم عندهم كود بقى خلاص عارفين طلبيه 104 اللي هي ال 10,000 بدله، بعد كده تبقى طلبيه 105 مش عارف 2000 فستان وهكذا، كل طلبيه كل باتش بنديها رقم، فهو بيبعت له الماتيريال اكويزيشن، المخزن على طول هيروح شاحن له ويبعت له ال 30,000 متر. يبقى هنا بقى المواد دي دايركت ماتيريالز خارجه لانتاج طلبيه معينه احنا قلناها 104، تبقى دي دايركت ماتيريالز كويس، دي اتصرفت وتتسجل في الدفاتر خلاص خرجت من المخزن، دي اتصرفت خلاص امتى؟ عند بدء التشغيل، اول ما المصنع ابتدى يشتغل في الطلبيه كانت اتصرفت له الخامات المطلوبه، يبقى الماتيريالز دي added at the beginning of process. لكن بقى لما هيبتدوا بقى من النهارده يدوسوا على الزرار بقى ويقصوا بقى في القماش ده ويعملوا البدله الاولى والبدله الثانيه والثالثه، كل يوم يعملوا لهم بتاع 20 30 بدله ولا بتاع حسب الحاله يعني، فكل يوم هيعملوا بدل هتبص تلاقي بقى ايه في وحدات يعني بتستهلك او بتستخدم اجور عمال، بيتحسب للعمال اللي اشتغلوا للأجرة، وبنكون اشتغلوا واستهلكوا في ظلها اللايتنج الإضاءة والباور بتاع المكن والديبرشيشن، عشان كده التكاليف بقى التانية الكونفرجن دي تبتدي بقى ايه تتصرف جراجوالي كويس. الوحدات بقى اللي احنا بص بقى الوحدات اللي مدير المصنع كلفوه بان هو ينتجها اللي هم قلنا 10,000 بدلة، هو صرف القماش بتاعهم ومقصوص 3 متر 3 متر 3 متر خلاص، فدي الوحدات لما تعدها كده دول كام وحده مطلوب ننتجهم 30,000، دي اللي بنقول عليها فيزيكال يونتس، دي نقول عليها ايه فيزيكال يونتس. لكن بص بقى معايا احنا اشتغلنا في نهايه الشهر ما لحقناش ننتج العشر تلاف المطلوبين مننا كلهم، مع ان احنا صرفنا في المصنع اتصرف لنا القماش بتاعهم كلهم الدايركت ماتيريالز خدناها كلها، لكن ما لحقناش العمال بيشتغلوا ليل نهار وما لحقوش، اما عملوا ايه؟ خليك معايا بقى، افرض ان هم في اخر الشهر جينا نتحاسب، ما احنا بنحسب التكلفه كل شهر حسب الزمن مش زي الجوب كوستنج، في نهاية الشهر بنتحاسب طلع ان احنا ان المصنع انتج 6,000 بدلة من اللي مطلوبين منه، انتج 6,000 بدلة كاملين ومحطوطين في الشماعات بتاعتهم 100 100، البدلة في المصنع ده لما بينتجوها consists of two parts، البدلة اللي بينتجوها مكونة من قطعتين جاكيت وبنطلون، كل بدلة
هنفترض للبساطة إن الجاكيت بياخد كمية قماش قد البنطلون وبياخد جهد ومصنعية وآخره، ده 50% وده 50%. يبقى هم أنتجوا 6000 بدلة كاملين بالكامل، ال 6000 دول completed units، 6000 بدلة دول واخدين حقهم بالكامل من الماتيريال ومن الكونفرجن، مش ناقصهم حاجة. ما هو لو ناقصهم حاجة ما كانوش هيبقوا completed. يبقى احنا انتجنا 6000 بدلة. طب وال 4000 بدلة اللي هي القماش بتاعتهم مقصوص ومحطوط لهم؟ قال لك ايوه، ال 4000 بدلة الباقيين اللي مطلوب مننا، قال لك احنا عملنا فيهم الجاكيت، انتجنا الجاكيتات بتاعتهم، ولسه ناقص لنا ننتج البنطلونات ما لحقناش. طب هو الجاكيت ده واخد مواد بالكامل بتاعته؟ يقول لك اه طبعا واخدين مواد. طيب البدله، اقصد اسف، البدل ال 4000 بدله اللي هم يا دوبك اتعمل لهم الجاكيت فقط، دول ال 4000 واحده دول واخدين مواد بالكامل؟ اه. طيب خدوا مصنعيه بالكامل كونفرجن؟ يقول لك لا، احنا عملنا الجاكيت فقط والبنطلون لسه ناقص. طب هو الجاكيت يمثل البرسنتج بتاعته يمثل كام في الميه من البدله ككل؟ يقول لك ما احنا احنا في المثال اهو بنقول الجاكيت يمثل 50% النص يعني، والبنطلون اللي لسه ناقص ده النص. يعني اذا ال 4000 بدله باختصار بقى اللي لسه تحت التشغيل، ال 4000 دول يعتبروا كاملين بالنسبه للمواد، واخدين مواد كامله، لكن بالنسبه للكونفرجن دول نص مصنوعه، دي تعتبر بضاعه نصف مصنعة، خدت جهد 50% فقط. خلاص؟ يعني الكونفرجن كوست اللي اتحطت لهم يا دوبك 50% من الكونفرجن كوست الكاملة بتاعت تكملتهم. فاحنا بص بقى هنا حتة خلي بالك منها. نيجي نقول يعني ال 4000 بدلة الناقصين دول هم واخدين ماتيريال تكفي تنتج كام بدله؟ تكفي تنتج 4000، ما هو احنا صرفنا الماتيريال كلها. طيب ال 4000 بدله دول اللي هم معمول لهم جاكيت فقط، دول اتصرف عليهم كونفرجن كوست كانت تكفي تشطب كام بدله كامله؟ نقول اه، ما هو ال 4000 بدله كل بدله خدت نص حقها من الكونفرجن كوست. طب لو كنا احنا ما بعزقناش المجهود بتاعنا على 4000 بدله وطلعوا ناقصين، لو كنا احنا ركزنا التكاليف بتاع الكونفرجن دي كانت تكفي تطلع كم وحده متشطبه؟ اه، البدله الاولى 50% واخده 50% وناقصها 50، البدله الثانيه واخده 50%، يعني ال 50% بتوع البدله الاولى وال 50% الثانيه الاثنين دول مع بعض كانوا يكفوا يطلعوا بدله كامله. اه، كل نصين نص ونص يبقى واحد، صحيح. ايوه، يعني ال 4000 بدله اللي مش كاملين دول اتصرف عليهم كونفرجن كوست كانت تكفي تنتج وتشطب وتكمل 2000 وحده. جبتها ازاي دي؟ 4000 اضربها في 50%، 50% دي اللي هي البرسنتج اوف كومبليشن، نسبه الانجاز او الاتمام. 4000 وحده يا فرحتي، هم 4000 بس دول عباره عن انصاص، فلو كنت انت حطيت كل نصين مع بعض ال 4000 كانت المفروض تبقى ايه؟ 2000. اهو بص بقى معايا، يبقى ال 4000 بدله اللي هم 4000 قطعه من القماش محطوطين دول اسمهم فيزيكال يونتس، لكن لما انت تيجي تقول التكاليف اللي اتصرفت عليهم كانت تكفي تشطب كام وحده، فهتضرب الفيزيكال يونتس تضربها في البرسنتج اوف كومبليشن، نتيجه الضرب 4000 في 50% يطلع ايه بقى الناتج؟ يطلع 2000. اهو ال 2000 دول عباره ايه؟ ما اقدرش اقول عليهم 2000 بدله، دول بقى اللي بنقول عليهم ايكويفالنت يونتس، يعني دي الوحدات المكافئه او المعادله التي تعادل وحدات كامله. عرفت بقى الفرق بين أهم حاجة بقى المصطلحين دول، وهم دول العصب اللي قايم عليه الموضوع بتاع البروسيس كوست. يبقى أنا عندي حاجة اسمها فيزيكال يونتس
دي انا ما بتكلمش فيها في انها متشطبه كامل ولا ناقص، ما بجيبش سيره التشطيب فيزيكال يونتس. لكن لما اجي بقى واقول طب الوحدات دي هل هي متماثله من حيث مستوى الاتمام، خدت حقها بالكامل ولا لا، يبقى هبتدي احول الفيزيكال يونتس اشوف انا صرفت عليها تكاليف كانت تكفي تطلع كام وحده كامله. يبقى لما بعمل عمليه تحويل الوحدات تحت التشغيل الى الايكوفالنت بتاعها من الوحدات التامه، عشان كده في الفيزيكال يونتس في المثال اللي قلته ده 10,000، لكن ال 10,000 دول واخدين تكاليف تكفي انتاج كام وحده كامله؟ 8,000 فقط. جت منين دي؟ 6,000 كاملين اصلا زائد 4,000 ناقصين اضرب في 50% يبقى 2000. اذا الوحدات المكافئه الايكوفالنت 8، يبقى الايكوفالنت يونتس 8,000 بينما الفيزيكال يونتس كام؟ 10,000. تالي كده ارجو واتمنى من الله ان كل النقطه دي اتفهمت كويس. تعال بقى نشوف هو هنا بقى هيقول لك ايه. هنا اهو بدا كلامه بيقول لك when there are beginning or ending work in process inventory، لما يكون عندنا في المصنع وفي المساله لو كان عندنا work in process at the beginning of the period، او لو عندنا work in process at the end of the period او both of them، طالما في وحدات تحت التشغيل ناقصه تشغيل يعني، بيقول لك في الحاله دي we must estimate the percentage of completion of these unfinished units. في الحاله دي لازم نحسب نقدر، طبعا بتبقى تقدير، بنلجا الى تقدير نسبه اتمام هذه الوحدات اللي تحت التشغيل. يقول ايه تاني بقى؟ بيقول لك بقى these partially completed physical units، الوحدات اللي هي شغلناها جزئيا مش كاملة يعني، هذه الوحدات must then be calculated in equivalent units. الوحدات اللي هي work in process دي وحدات uncompleted، لازم أنا أحولها إلى ما تساوي من completed. أحولها إزاي بقى؟ أحولها وأطلع الرقم اللي هيبقى اسمه equivalent units. خلاص؟ In order to accurately determine unit cost، احنا عشان نقدر نطلع تكلفة الوحدة بدقة بطريقة صحيحة. أيوة، نقف هنا معلش أفكرك بحتة. مش احنا قلنا في بداية حديثنا ان في البروسيس كوستنج احنا بننتج وحدات متماثلة identical؟ وقلنا عشان احسب تكلفة الوحدة الواحدة بعمل ايه؟ بجيب التوتال كوست واقسمها على ايه؟ التوتال نمبر اوف يونتس، بقسم على عدد الوحدات، عدد الوحدات اللي هي ايدنتيكال. خلاص؟ ايدنتيكال من حيث الايه؟ المواصفات، ماشي. بس احنا هنا بقى بنضيف حته، عشان القسمه بتاعتك دي تكون قسمه صحيحه، هتقسم مجموع التكاليف المفروض بتقسمها على الوحدات اللي هي دخلت في تشكيلها وانتاجها. فلازم لما تيجي تقسم ما تقسمش على فيزيكال يونتس، اقسم على الوحدات اللي التكاليف دخلت جواها اللي هي قلنا عليها دلوقتي ايه؟ الايكويفالنت يونتس. فعشان كده هو بيقول لك هنا بقى، بيقول لك ان احنا لابد نحسب ايكويفالنت يونتس. ليه؟ ابتدى يديك المبرر بقى، بيقول لك علشان انت تقدر تحسب متوسط تكلفه الوحده اللي قلنا عليه من شويه، لازم الحسبه بتاعتك عشان تكون صحيحه لازم تكون بتقسم على عدد وحدات ايكويفالنت مش فيزيكال. اصبر معايا وهنشوف الكلام ده برضو تاني دلوقتي بالارقام. بيقول لك بقى نقطه تانيه، بيقول لك there will be separate equivalent unit calculations for materials and for conversion cost. احنا دلوقتي عايزين نحسب الـ percentage of completion، يعني نشوف الفيزيكال يونتس بتاعتنا دي وصلت الصرف عليها وصلها الى مستوى كام في المية من الاتمام. فبيقول لك ان احنا لما نيجي نحسب الـ percentage of completion، الانتاج بتاعنا
هنحسب له برسنتج بالنسبه للدايركت ماتيريالز لوحدها، وهنحسب برسنتج ثانيه بالنسبه للكونفرجن كوست. طبعا ده شيء طبيعي. مش احنا لسه قايلين دلوقتي احنا الانتاج بتاعنا في بدايه التشغيل بنحط له كل الماتيريال اللي بيطلبها، يبقى كده بالنسبه للدايركت ماتيريال الوحدات اللي عندنا اللي احنا هنشتغل فيها دي، الوحدات دي فيزيكال خدت كل التكاليف اللازمه ليها من المواد ولا لا؟ ايوه خدت كل المواد المطلوبه ليها. يبقى الفيزيكال يونتس بالنسبه للوحدات بتاعتنا، الفيزيكال يونتس من وجهه نظر الماتيريال، الفيزيكال يونتس هي نفسها ايكويفالنت يونتس. كل الفيزيكال يونتس خدت دايركت ماتيريال تكفي انتاج كومبليتد يونتس. يبقى اذا الوحدات الكومبليتد دي الرقم بتاع الفيزيكال بتاعها هو نفس العدد والرقم بتاع الايكويفالنت. هتبان بقى في النقطه الثانيه. لكن بالنسبه للكونفرجن كوستس، بالنسبه للكونفرجن، الكونفرجن كوستس بيبقى احنا عندنا الوحدات المطلوب من المدير انه ينتجها كام وحده؟ قلنا 4000 ورك ان بروسيس، 4000 وحده ان بروسيس. طب هو صرف عليهم اداهم كونفرجن كوست، اداهم حقهم بالكامل؟ لا، خدوا 50% فقط. يبقى بالنسبه بقى للورك ان بروسيس الفيزيكال يونتس رقم 4000 بدل اللي قلنا عليه. لكن ال 4000 قطع المقصوصين قماش دول ما خدوش كونفرجن مصنعيه الا نص اللازم ليهم، نص المطلوب ليهم. يبقى اذا البرسنتج اوف كومبليشن بتاعه الورك ان بروسيس كام من وجهه نظر الكونفرجن كوست؟ من وجهه نظرها تعتبر كام؟ 50% في المثال ده. عشان كده بنقول لك احنا لازم بنمسك كل عنصر تكلفه بالبلد كده، كل عنصر تكاليف نسال يا ترى اليونتس بتاعتنا خدت حقها منه كامل ولا لا؟ عشان نحول الفيزيكال يونتس الى ايه؟ الى ايكويفالنت يونتس. فبالنسبه للماتيريال طالما احنا بنفترض ان الماتيريال ادد ات ذا بيجيننج، يبقى بالنسبه للماتيريال لما اجي لك المساله الرقم بتاع الفيزيكال هو هو نفسه تكتبه في الخانه بتاعه الايكويفالنت زي ما هنشوف دلوقتي. انما بالنسبه للورك ان بروسيس تخلي بالك الوحدات الورك ان بروسيس الفيزيكال يونتس بتاعتها الرقم الفيزيكال هيكون هو هو نفسه في الخانه بتاعه الدايركت ماتيريال. يعني الوحدات دي واخده دايركت ماتيريال قد ايه؟ واخده بالكامل بس لسه بتتصنع. يبقى الفيزيكال يونتس في الورك ان بروسيس هيكون هو نفسه في الخانه بتاعه الدايركت ماتيريال. لكن لما تيجي بقى للكونفرجن، لما تيجي تحط بقى في الخانه بتاعه الكونفرجن كوست، لما تيجي تحط في الخانه بتاعه الكونفرجن تقول لا الورك ان بروسيس ما خدش كونفرجن بالكامل، ده خد 50% فقط. فتروح حاطط ال 4000 الفيزيكال يتحطوا في الخانه بتاعه الكونفرجن على اساس 4000 تايمز 50% تطلع كام؟ 2000 واحد. طيب معلش ما مش عايزك تقلق، انا بس بشرح دلوقتي بديك القاعده الاول النظري. لما هنخش ناخد دلوقتي براكتيكال هتشوف الكلام ده بيتطبق وحلو جدا. يبقى في المره الثانيه بقى لما تشوف الفيديو مره ثانيه هيبقى الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي اللي يمكن بالنسبه لك انت مش مستوعبه قوي هتبقى ساعتها مستوعبه وتقول ايوه لان انا شفته بعد كده براكتيكال. فاصبر معايا شويه. طب دلوقتي احنا بقى يبقى دلوقتي زي ما اتفقنا ان الانتاج بتاعي بينقسم، بيبقى لما انا لما بطلب من مدير المصنع ينتج 10000 بدله في نهايه الشهر اجي اتحاسب معاه الاقيه طلع لي 6000 بدله كومبليتد كاملين وهيحولهم يطلعهم بره، يبقى كومبليتد اند ترانسفيرد اوت. لكن عنده 4000 لسه تحت ايده ما يقدرش يطلعهم لانهم ناقصهم شغل اللي هم uncompleted اللي هم اسمهم work in process.
طيب يعني انا الانتاج بتاعي اللي انا صرفت عليه تكاليف، التكاليف اللي انا صرفتها خلال الشهر دي اتصرفت على ايه؟ جزء منها اتصرف على وحدات واتشطبت، والجزء الثاني اتصرف على وحدات ولسه ما كملتش. طيب يبقى انا عايز امسك بقى دلوقتي، انا عايز احسب تكلفة الوحدات اللي كملت واتشطبت، مكلفاني انا يا شركة قد ايه؟ والوحدات اللي انا صرفت عليها بارشالي جزئيا بس لسه ما كملتش، يا ترى نصيبها من التكاليف اللي اتصرفت قد ايه؟ افرض انا صرفت 1,000,000 جنيه خلال الشهر ما بين دايركت ماتيريال وكونفرجن، عايزين نعرف المليون جنيه دي قد ايه منها تكاليف تخص الوحدات اللي اتشطبت وكملت، وقد ايه يخص الوحدات اللي لسه ما زالت تحت التشطيب. هو ده بقى اللي بنقول عايزين نعمل كوست اساينمنت، عايزين نعمل بقى اساينمنت للتكاليف. كويس. We use the following step process to allocate costs under process costing. بص بقى احنا عشان نعمل، ركز معايا بقى لان كده هنبدا في القواعد والخطوات اللي هتتبع لما نيجي نحل اي مساله براكتيكال. عمليه الاساينمنت هتتم من خلال الخطوات الاتيه. اول خطوه، وهتكلم بقى معاك هنا بالبلدي شويه عشان تركز معايا، بقول لما تجي لك مساله في الامتحان، وان شاء الله جايه لك، لما تخش الامتحان وتلاقي مساله بروسيس كوستنج، ومسائل بروسيس كوستنج مش سر يعني، لما هتخش في الامتحان هنكون جايبينها لك في اخر الورقه بتاع الامتحان. يعني ورقه الامتحان الاسئله اللي في الاخر خالص دي بتتكلم على البروسيس كوستنج. طيب ماشي، ركز معايا. بقول لك لما تخش في الامتحان وتلاقي مساله او اتنين في البروسيس كوستنج، اول حاجه تعملها ايه؟ بص بقى طريقه الحل هنا، هنصحك الطريقه السريعه اللي تخليك تحل بدقه ان شاء الله من غير ما تغلط. ركز بس معايا، هتتبع الخطوات الاتيه. انت من نفسك، بص انا حتى الطلبه بتوعي لما كنت بشرح لهم، اللي كان منهم بقى حاضر في السيمينار في الرومز فيس تو فيس، قلت لهم الكلام ده، قلت له ده انت اول ما تخش لجنه الامتحان، اول ما بتخش تقعد بيبقى لسه الوقت الامتحان ما بداش، خش بدري. المراقب او المشرف الملاحظ عليك بيوزع عليك كراسه بتاعه الدرافت، المسوده اللي انت بتقعد تعمل فيها ايه الكالكوليشنز بتاعتك، هيوزع عليك الورقه دي لكن مش هيديك ورقه الاسئله غير في بدايه اللجنه. ماشي، اول ما يوزع عليك الورقه دي انا لو منك افتح صفحتين قصاد بعض، مش صفحه واحده، افتح صفحتين واعمل الاربع خطوات اللي انا بقول لك عليهم دول. يقول لك انت بتعمل الاربع خطوات وانت ضامن يعني ان جاي لك مساله في البروسيس؟ ايوه، هو قال لنا كده، هو اللي انا اقول له كده، اقول له الدكتور قال لنا جاي، دول مسالتين مش مساله واحده. ركز بس معايا، هتفتح صفحتين قصاد بعض وتبتدي من على ايدك الشمال كده، تبتدي تعمل ستيب نمبر 1 اللي هشرحها لك دلوقتي، خلصتها تعمل ستيب نمبر 2، بعد كده ستيب 3 ستيب 4. طبعا انت هتعمل الشاسيه فقط بتاع الستيب، خطوات كده بالكلام، لكن مش هتحط ارقام. ارقام ايه؟ هو انت معاك الامتحان لسه؟ انت هتعمل الكلام ده بسرعه عشان تبقى كده ايه، كسبت وقت. هيبدا الامتحان ويجي لك بقى الملاحظ ويروح داخل مصبع عليك كده ويديك ورقه الامتحان، انت قاعد بقى مستنيها، اصل في امتحانات تيجي تديك الورقه تقوم انت تتشائم كده وتخط، لا لا عندنا احنا لا لا، كله يقول له هات هات بسرعه ان شاء الله هنحل. بقول لك والله هنحل في نص الوقت واقل من نص. لا نص الوقت ايه؟ الامتحان مش هو قاله هيبقى ساعه ونص؟ لا لا، احنا الامتحان بتاعنا ان شاء الله هيتحل في نص ساعه وخمس دقائق، ونتراهن ونتقابل ونشوف. خلاص؟ انت هتاخد الورقه بسرعه عشان تخلص بسرعه. لما هتيجي انصحك بانك تبدا الحل في الامتحان بالمسائل بتاعه البروسيس كوستنج. ليه؟ لان الخطوات بتاعتها خطوات روتينيه، حاجات روتينيه بتتحل اوتوماتيك، واول ما بتحلها انت بتحس انك انت كده خلاص نجحت كده ان شاء الله. بص
المسألتين بتوع البروسيس كوستنج اللي هم في آخر ورقة الامتحان دول هيكون عليهم تقريبا إن شاء الله هيكون عليهم 40 أو 42% من الدرجة الكلية، ودول أنت هتحلهم هوا. بعد ما تحلهم هيجي لك بقى ساعتها اطمئنان بقى نفسي، انت نفسيا هتبقى مطمن واعصابك هتهدى، ان انت بتقول ده انا في ربع ساعه الحمد لله حليت ونجح، انا كده ناجح. بقيت بقى الوقت انا هتسلى بقى واحده واحده في بقيه ايه المسائل، بقيه الاسئله، عشان اجيب بقى ايه اجيب فول مارك ان شاء الله. طيب معلش عموما انت حر، عايز تبتدي بالسيريز الاول كل واحد بقى ومزاجه، بس انا بنصح يعني. طيب الاربع خطوات بقى اللي هم ايه، خطوه الاولى سمرايز ذا فلو اوف فيزيكال يونتس اوف اوتبوت، يعني ايه هنشوفها دلوقتي واقولها برضو بسرعه. حضرتك اول حاجه هتعملها هتاخد من ورقه الاسئله لما اجي لك بقى، انت قبل ما اجي لك اتفقنا قلنا بنعمل ايه، بنعمل درافت بسرعه. الخطوه دي هتروح عامل ايه، هتروح في اول ستيب نمبر 1 على ايدك الشمال كده في الكراسه، هتروح قايل كده الخطوه الاولى ستيب نمبر 1 اول حاجه هتقول ورك ان بروسيس ات ذا بيجينينج، الوحدات اللي تحت التشغيل او المده وقدامها فضاء، تحت منها تقول بلس ستارتد يونتس الوحدات الجديدة اللي بدأنا فيها وتروح سايب قدامها فاضل، وتحت الاثنين دول تاخد خط وعشان تطلع المجموع، المجموع بتاع الاثنين دول هتسميه ايه، هتسميه بقى units to account for، الوحدات المطلوب نتحاسب عليها مع المصنع. كان عندنا وحدات بايتة تحت التجاوز المدة مثلا 2000 وحده، ما احنا هناخد مثال دلوقتي، وجالنا تعليمات نبتدي في 10000 وحده جداد، يبقى 2000 وحده و10000 يبقى التوتال بتاعهم 12000 وحده، دي اللي هي اسمها ايه يونتس تو اكاونت فور. وكل ده لغايه دلوقتي انا شغال فيزيكال يونتس، ما اتكلمتش بقى عن ايه شطبنا كام لسه. نيجي بقى نقول التوتال بتاع اليونتس تو اكاونت فور اللي هي ال 12000 دي، نقول طيب نتحاسب بقى، ما احنا بنقول دي مطلوب التحاسب عنها، نحاسب مدير المصنع عملت ايه يا مدير المصنع؟ هيقول لك ال 12000 دول، هيقول لك انا طلعت منهم اهو طلعت لك 8000 وحده كومبليتد، يبقى 8000 وحده الكومبليشن بتاعها 100% من كل التكاليف واخد حقها كامل. طيب دول 8000 وحده كاملين من 12000 وحده، يبقى لسه ناقص كام؟ ناقص 4000، 8 من 12 ال 4000 الباقيين دول اخبارهم ايه يا خواجه؟ هيقول لك ال 4000 دول احنا ابتدينا نشتغل فيهم بس اكمن الشهر خلص، يا دوبك احنا انجزنا فيهم مثلا 40% 40%. نقول يعني ال 4000 وحده دول مستوى اتمامهم 40%، يعني انا لو ضربت بقى البرسنتج اوف كومبليشن 40% في 4000 يطلع ان ال 4000 وحده الفيزيكال دول يساووا كم وحده ايكويفالنت يونتس؟ 40% في 4000 تطلع 1600. دي الخطوه الاولى انك تحسب لي الانبوت بتاع العمليه الانتاجيه، انت كان عندك انبوت مدخلات وحدات أول مدة زائد وحدات جات لك جديدة، طب الأوتبوت اللي انت طلعته طلعت ايه بقى البرودكشن بتاعك؟ طلعت completed units وطلعت work in process at the end of the period. دي الخطوة الأولى مطلوب مني أعملها في الامتحان. أيوة الله. ليه؟ بص مش عايز أسبق والله، بس أصلح هيجي هيسألك مثلا، بص افرض المسألة جات كده يقول لك بقى ايه، يقول لك work in process at the beginning of the period مثلا يقول لك 2000 units، كان عندنا اول مدة 2000 وحدة، و started units وحدات بدأ تشغيلها من اول وجديد خلال المدة 10000. هو هيقول لك كده، انت طبعا وانت بتعمل في المستندة بتحط 2000 زائد 10000 وتطلع التوتال 12000 وتقول دول اللي مطلوب نتحاسب عنه.
هو هيقول لك بس اول مده والستارت كام، وهيروح قايل لك ايه بقى، هيقول لك work in process at the end of the period 4000، وهيسقط. ايه ده احنا فينا من كده؟ ما هو عشمان فيك بقى، وده حاجه سهله بقى. انت هتيجي تقول يعني التوتال اللي بنطلب التحاسب عنه 12000، هو بيقول لك في 4000 وحده دول uncompleted وسكت. يبقى ده الكلام معناه ايه؟ معناه ان الباقي اللي هي 4000 من 12، الباقي 8، الباقي ده دي الكومبليتد. هو لازم يقول لك كل نقطه وكل حته، شغل مخك بقى. يبقى هيبقى احنا عندنا هنا اهو في الستيب نمبر 1 المفروض يكون عندي اربع ارقام: work in process at the beginning plus started units، ويطلع منهم ايه completed، ويطلع منهم work in process at the end. اربع ارقام. هو مش هيديك في الامتحان غير ثلاثة بس، عشان عايز يعرف هو حضرتك بتعرف تعمل summarizing للفيزيكال يونتس ولا ما بتعرفش. عمليه بسيطه قوي، دي عمليه هايفه ما تاخدش منك حاجه، بس لما هتعملها عليها درجه. الله ما شاء الله. يبقى الخطوه الاولى انك تعمل بقى تتبع للوحدات الفيزيكال، دخل لنا كام انبوت كام وطلع منهم اوتبوت كام وشكله ايه. دي الخطوه الاولى. بعد ما حضرتك عملت كده كويس، احنا لغايه دلوقتي شغالين ايه؟ فيزيكال يونتس. قلنا ان احنا طلعنا 8000 وحده في المثال اللي انا قلته لك، 8000 وحده كومبليتد و4000 وحده uncompleted. بس دول فيزيكال. انا عايز اعرف بقى دول اتصرف عليهم تكاليف تكفي تطلع منهم كم وحده كامله متشطبه. يعني عايز اعرف الفيزيكال يونتس دي الجهد اللي اتبذل فيها كان يكفي يطلع كام وحده. كلمه كان يكفي يعني يعادل كم وحده كامله. يبقى انا عايز بقى اعمل عمليه تحويل، عايز احول الفيزيكال يونتس، عايز احولها الى ما يعادلها من equivalent يونتس. يبقى الخطوه الثانيه computing output، احسب الاوتبوت اللي انا طلعته فوق 8 و4 ده الاوتبوت اللي طلع، احسب هذا الاوتبوت اعبر عنه بقى في صيغه equivalent يونتس مش فيزيكال يونتس، وهنعمل لها جدول صغير هوريه لك دلوقتي. طب الخطوه الثالثه، خلاص يا عم احنا كده حسبنا الانتاج بتاعنا وكله ايكويفالنت، مش ناقص بقى غير انك تديني التكاليف اللي اتصرفت على الانتاج ده عشان اقسم التكاليف على الانتاج الايكويفالنت. خلي بالك بقسم التكلفه على الايكويفالنت يونتس مش على الفيزيكال، بقسم التكاليف اللي هيكون جايبها في المساله على الايكويفالنت يونتس اللي طلعتها في ستيب نمبر 2. نتيجه القسمه هيطلع لي بقى ان كل يونت واخده تكلفه من الدايركت ماتيريالز بكام، وواخده تكلفه من الكونفرجن بكام. يعني انا لما اجي احسب الكوست بير يونت مش هحسبها توتالي، لا انا حاجه اقول كوست بير يونت واجي اقول از فور دايركت ماتيريالز. بالنسبه للدايركت ماتيريالز هقسم تكاليف الدايركت ماتيريال اللي هيكون مدالك في المساله، هقسمها على الايكويفالنت يونتس بتاعت من وجهه نظر الماتيريال، وارجع اقول كوست اوف يونت خلاص فروم كونفرجن كوست، تكلفه الوحده من الكونفرجن ايكوالز، واروح جايب الكونفرجن كوست اللي جايبها لي في المساله اجيبها واقسمها على الايه ايكويفالنت يونتس من وجهه نظر الكونفرجن. لان احنا زي ما شفنا في المثال من شويه وهنشوف اهو، الايكويفالنت يونتس من وجهه نظر المواد بتبقى 100%، الايكويفالنت يونتس من وجهه نظر الكونفرجن بتبقى اقل من الفيزيكال، اقل من 100%. هنشوف دلوقتي خلاص في الخطوة رقم ثلاثة، سوري هي مكتوبة هنا غلط أربعة. الخطوة رقم ثلاثة إن أنا طلعت تكلفة الوحدة الواحدة. طيب وبعدين؟ بعد كده ما دام طلعت تكلفة الوحدة الواحدة، حضرتك بقى عايز تعرف الأوتبوت بتاعك طلع 8000 وحدة كاملين و 4000 لسه وحدة مش كاملين، أنت عايز بقى تطلع تكلفة الوحدات الكاملة لوحدها بكام؟
والوحدات الغير كامله بكام؟ طب ما بقت سهله، مش انت عندك دلوقتي عدد الوحدات الايكوفالنت انت مطلعه؟ اه. وانت طلعت تكلفه الوحده، الوحده الايكوفالنت بكام؟ خلاص شوف الوحدات الكومبليتد الايكوفالنت يونتس بتاعتها كام، اضربها في الكوست اوف دايركت ماتيريال بير يونت، تطلع لك ان البضاعه دي تكلفتها من المواد كذا، وتضربها في الكوست بير يونت من الكونفرجن يطلع لك تكلفتها كونفرجن. واعمل نفس الكلام الورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا بيريد، شوفهم هم كام وحده ايكوفالنت في المواد، واضرب في تكلفه المواد الوحده اللي انت طلعتها. شوفهم هم كام وحده من وجهه نظر الكونفرجن كوست، واضرب في تكلفه الكونفرجن كوست بير يونت. خلاص الاربع خطوات دول هنشرحهم بقى دلوقتي. انا الاول شرحتهم نظري، وانا عارف ان ده شرح النظري ما بيبقاش كافي قوي لتوضيح الصوره لحضراتكم زي لما تشوف بقى ارقام ونشتغل. طب يلا بينا. اه في نقطه بقى ظنونا كده من عشم يعني عايز اقولها لكم، المساله بتاعت البروسيس كوستنج اذا جات لك، لا هي ان شاء الله جايه، ايه اللي اذا جات لك المساله دي لما في الواقع العملي في الحاله العمليه يا ترى الشركه بتحلها بالخطوات اللي قلنا عليها، بس بانهي طريقه؟ طريقه اصل في طريقتين، في طريقه والشركه بتختار الطريقه اللي تعجبها، في طريقه اسمها افريج ميثود طريقه المتوسط، وفي طريقه ثانيه اسمها طريقه فيرست ان فيرست اوت. عارف وشايفك والله بتقول لي طب انا هحل بأني طريقه بقى في الامتحان، اللخبطه اللي انت بتعملها لنا دي مش لخبطه، انا بقول لك في طريقتين ولازم الطريقتين تعرفهم، هتحل بأني واحده؟ هو هيطلب منك، ما انا عشان كده بقول لك هيجي لك مسالتين، هيجي لك مساله ويقول لك حل لنا المساله دي بطريقه الافريج، الشركه ماشيه بطريقه الافريج، هتطبق الاربع خطوات دول بس تطبقهم بنفس الترتيب او الاسلوب بتاع الافريج اللي هنشرحه. هيجيب لك مساله ثانيه وراها يقول لك طيب الشركه عايزه تمشي بطريقه فيرست ان فيرست اوت، ورينا تتحل ازاي. هتحلها؟ ما انت ان شاء الله هتطلع من الفيديو ده هتطلع استاذ، مش هقول لك طالب متفوق، استاذ. بس ركز انت معايا وبلاش يعني تخاف وتتوتر. خلاص انا عارف خلصت انت كوبايه العصير اللي جنبك وشايفها فاضيه، سقف بايدك كده واخد، ما تخافش مش هسمع، سقف بايدك كده وقول لهم عايزين بقى شاي او اي حاجه تعدل الدماغ. يلا ركز معايا بقى عشان احنا خلاص داخلين في البراكتيكال وهو مش هياخد مننا وقت. خلاص بس نصيحتي زي ما قلت قبل كده، هتذاكر حضرتك الفيديو ده من اوله لاخره وتسمعه واحده واحده سماع وفهم. خلصت خد بريك 5 دقايق وهات ورق وقلم وشغل الفيديو نقطة نقطة، كل نقطة توقف وتفكر، إذا كانت النقطة سيريتيكال تفكر وتشوف الكلام ده كده تعقله في مخك. لما تخش على البراكتيكال طلع المسألة ووقف الفيديو ومن المسألة حل أنت بنفسك، وأي نقط تقف معاك شغل الفيديو شوفها بتتحل إزاي وارجع حلها تاني. دي نصيحتي أرجوكوا عشان تجيب فول مارك. ما هو ما تجيش تقول لي انا ما جبتش 100 من 100 في الدرجات، انا جبت مثلا 95% بس، انت مش قلت هتجيب 100%؟ اكيد انت ما طبقتش اللي انا قلت عليه. لو طبقت اللي انا قلت عليه هتجيب 100% ان شاء الله. لو ما طبقتش ممكن تجيب 95 90، انت حر بقى، انت اللي ما حبيتش انك انت تاخد 100%. اقول لك ايه؟ طيب ركز معايا بقى، ودلوقتي انا سامحهم في البيت عندك على فكره، الشاي جاي لك في السكه، يقول لك حاضر. يقول لك وهم انا سامعهم بيقولوا ما نشوف اخرتها معاك ايه، شاي وحلويات، ما نشوف هتعمل ايه. طيب خلاص بقى يلا بينا نخش على البراكتيكال بقى. ادي في البراكتيكال يا سيدي، ادالك مساله اهو قدامك، بيقول لك في شركه اسمها شركه حسن ولا الحسن، بيقول لك الشركه دي يوزس ويتد، قدامك اهو بقى الشركه دي بتطبق الويتد افريج ميثود طريقة المتوسط، أو هيقول لك على طول الـ average method. خلاص
الشركه دي بتطبق الطريقه دي، يبقى ادي البدايه عرفك انت هتمشي في انهي سكه، هتمشي افريج ولا فيرست ان فيرست اوت. وكمل بقى بيقول لك ايه، بيقول لك بقى انه في الشركه دي بقى المواد الدايركت ماتيريالز ار ادد ات ذا بيجينينج اوف ذا بروسيس. قال لك اهو المواد بتتحط في بدايه العمليه الانتاجيه. لا هو ممكن تكون بتتحط في مواضع تانية، ممكن، بس قلت لك انا مالكش دعوه بالحكايه دي. خلاص احنا اللي شرحناه لك ومركزين معاك ان المواد، بنفترض ان المواد بتتحط في بدايه التشغيل، وهو هيقولها لك كده صراحه زي دي، مساله زي دي بالظبط اللي هتجي لك. طيب ذا فولوينج بقى، البيانات الاتيه بقى بتخص شهر مايو 2021، مايو اللي هو لسه خلصان من 5 ايام فاتوا. ايوه ما عاملين لك المسائل اللي جايه لك طازه، خلي بالك. ايه بقى البيانات؟ بيقول لك ورك ان بروسيس، الوحدات اللي كانت تحت التشغيل ناقصه بايت عندنا ات ذا بيجيننج، البيجيننج انفنتوري بتاعها مالها الوحدات دي بقى. بيقول لك بقى الكونفرجن كوستس 20%، completed 4000 units. خلاص units started، يعني نرجع للحته دي تاني عشان انا شايفك كده بتبص مش مركز معايا. بيقول لك البضاعه اللي كانت تحت التشغيل دي بايته عندي من الشهر اللي فات، ما كانتش لحقت اخلصها. ماشي، طب دي بايته فيها تكاليف قد ايه؟ هي بايته وجايه لي فيها تكاليف قد ايه؟ بالنسبه للدايركت ماتيريال ما قالكش عنها حاجه، ما انت لازم تبقى فاهم. مش فوق قال لك فوق خالص في السطر الاولاني بيقول لك ان احنا بنفترض ان الدايركت ماتيريال ادد ات ذا بيجيننج، يبقى الوحدات دي اول ما ابتدينا نشتغل فيها الشهر اللي فات واخده المواد بتاعتها كامله، فمش محتاجين نكلمك عنها تاني. فاهم انت من دماغك من نفسك. لكن بيقول لك انها ناقصه ليه؟ بيقول لك ان هي يا دوبك خدت مجهود مصنعيه كونفرجن كوستس 20%، خدت يا دوبك 20% من اللي يلزمها عشان تو بي كومبليتد. طب هم كام وحده يا عم؟ 4000 وحده. يبقى انا بص ركز معايا، يبقى انا عندي 4000 وحده بايتين اول المده من الشهر اللي فات كانوا ناقصين شغل. طب كان الشغل اللي اتعمل عليهم ايه؟ كانوا واخدين الماتيريال بالكامل، لكن كان ناقصهم كونفرجن، كان يا دوبك اتعمل لهم مصنعيه 20%. وهم عددهم كام وحده؟ 4000. خلاص. طيب اكمل عشان بس ايه ما لخبطكش. طب دي البضاعه اللي كانت تحت تشغيل اول مده بايته من الشهر اللي فات. طب والشهر ده بقى يا ترى هنشتغل في القديم بس؟ لا طبعا، احنا الشهر ده هنشتغل في الوحدات القديمه نشطبها، وهنخش بعدها في وحدات جديده اتطلبت مننا. طلبوا مننا الشهر ده بقى الجديد، طلبوا مننا ايه بقى؟ يونتس ستارتد ديورنج فبراير. الوحدات بقى اللي اتطلبت مننا، يبقى انا اسف في بدايه المساله لان بس الجزء ده ممسوح من عندي. في بدايه المساله بيقول لك دي البيانات بتاعه المرحله خلال شهر فبراير. فالوحدات اللي بايت عندي او التشغيل دي بايت عندي من يناير. كويس. انا بقى خلال ديورنج فبراير، في خلال فبراير بقى بدات في 8000 وحده جداد. يبقى نوقف كده مع بعض. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان التوتال يونتس، مجموع الوحدات اللي كان بيجرى عليها التشغيل خلال شهر فبراير 4000 قدام بكملهم زائد 8000 جداد، يبقى التوتال يونتس هنا كان بقى 12000. دول اللي بنقول عليهم بقى ايه؟ يونتس تو اكاونت فور. دي العهده اللي عايزين نحاسب عليها مدير المصنع، نقول له وديتها فين؟ هيقول لك بقى ادي الاوتبوت بقى، هيقول لك هو اشتغل ونتيجه الشغل في عندي ورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا بيريود، عنده وحدات تحت التشغيل ما لحقش يخلصها في اخر الشهر 2000 وحده. طب كان اشتغل فيهم قد ايه؟ قال لك ان هو كان قطع فيهم 50% من المصنعيه اللازمه ليهم. طب حطيت لهم مواد قد ايه؟ يقول لك تاني
مش احنا متفقين فوق خالص في السطر الاولاني بنقول لك ان الماتيريالز ار ادد ات ذا بيجينينج اوف ذا بروسيس. ما تسالنيش عن الماتيريال 100% محطوطه. طب التكاليف بقى، يبقى دي اللي فوق دي الفيزيكال يونتس كويس. التكاليف اللي سيادتك صرفتها بقى خلال شهر فبراير ايه بقى؟ اهو بيقول لك اهو مانيفاكتشرنج كوستس فور فبراير. بيقول لك بص ما تنساش انا عندي الانتاج بتاعي ايه، عندي وحدات بيت عندي تحت التشغيل من اول المده، وعندي بقى تكاليف اتصرفت على الوحدات سواء استكمال القديم او الجديد خلال الفتره. يبقى عندي تكاليف كانت بيت عندي جوه البضاعه اللي اول المده، وعندي تكاليف جديده اللي انا صرفتها خلال المده. طيب التكاليف بتاعتنا احنا اتفقنا انها بقى ايه، عنصرين، عنصر الاولاني دايركت ماتيريالز والتاني كونفرجن. بص بص تابع معايا واحده. الدايركت ماتيريالز البضاعه اللي بايت عندي اول المده ما كانتش وكانت ناقصه، كانت واخده دايركت ماتيريال ب 2000. طيب وكانت بايت عندي فيها كونفرجن كوست كام؟ 16000. يبقى دي تكاليف البضاعة اللي بايت عندي من أول مدة اللي هي أصلاً كانت اتصرفت عليها الشهر اللي فات. طب أنا الشهر ده لما بدأت بقى إيه أشطب القديم وأبدأ في الجديد، التكاليف اللي أنا صرفتها خلال شهر فبراير أنا صرفت بقى كونفيرجن كوستس، صرفت كونفيرجن كوستس. أولاً البضاعة القديمة كانت بايت عندي من الشهر اللي فات ب7900 كونفيرجن، وانا صرفت الشهر ده 30600. بس دي المساله. دي المساله. طب ايه المطلوب بقى؟ بص المساله بديها لك واقول لك ريكوايرد المطلوب ايه بقى. اطلب منك بقى 4 اور 5 او 6 ريكوايرمنتس ما تفرقش. عشان كده انا بقول لحضراتكم وبنصحكم طالما بيديني مساله واحده ويطلب مني عدة مطالب، يبقى أنا يفضل الأسلوب الأمثل، أمسك المسألة أحلها بالكامل، مش تمسك المسألة زي ما بيعملوا معاكم بره في الورق البراني، تمسك المسألة وتروح بصص على السؤال الأول وتدور تطلعه وترجع تاني السؤال التاني تدور لا بغض. أنا مش عايزك في الامتحان تبص في الريكوايرد، عايزك في الامتحان المسألة دي طالما انها بروسيس وتتحل بالويتد افريج يبقى على طول تعمل المسوده اللي قلت لك عليها صفحتين، تعمل فيهم الفور ستيبس زي ما انا هعمل دلوقتي. لما تعمل الفور ستيبس تبص بعد منها بقى، انت كده حليت المساله بالكامل، بص بعد منها بقى في الريكويرمنتس ايه المطلوب. هيقول لك ريكويرمنت نمبر 1، يقول لك احسب لي كذا، تروح على طول رايح على طول في الستيب الخاصة بالريكويرمنت ده، هتلاقي الرقم اللي هو طالبه محسوب جاهز عندك، تاخده في ثواني وتحل. طب الريكويرمنت الثاني نفس الأسلوب. طب يلا تعالوا بينا نشوف، أدي المسألة، طيب أدي الريكويرمنت أهي. الريكويرمنت الأولاني بيقول لك how many units are completed and transferred out، عدد الوحدات اللي انتجت وتشطبت كملت وطلعت كم وحدة. خلي بالك هو كده بيسألك عدد وحدات فيزيكال. طب أنا قبل ما أوريك الحل الخطوات أنا حلها معاك دلوقتي أورال. شوف معايا، مش احنا قلنا الخطوة الأولى ستيب نمبر 1، ستيب نمبر 1 أنا بعمل إيه؟ قلنا بنعمل summarizing the flow of physical units، أعمل تتبع للوحدات الفيزيكال. بنقول بنحط الاول الورك ان بروسيس بيجيننج بلس ستارتد يونتس، مجموع الاثنين يبقى يونتس تو بي اكاونتد فور. المجموع بتاع الاثنين دول يطلع منه حاجتين، يطلع منه اندنج ورك ان بروسيس ويطلع منه كومبليتد يونتس. طب تعال نطبق الكلام ده هنا اهو. انا كان عندي في بدايه الفتره ورك ان بروسيس كام وحده؟ 4000، وجالي ستارتد يونت كام؟ 8. 4 و8 يبقوا كام؟ 12. دول طلعوا راحوا فين؟ طلع منهم ايه؟ طلع منهم 2000 وحده تحت التشغيل، يبقى الباقي بقى 2000 من 12 الباقي كام؟ 10. يبقى ال10 هي دي الكومبليتد. تعال نشوفها كده، ما تاخدش منك ثواني
اهو ادي عمل لك، ودي ستيب نمبر 1 اللي بقول لك تعملها انت، اول خطوه ايدك الشمال اهو، بتقول ورك ان بروسيس ات ذا بيجينينج 4000 بلس يونتس ستارتد ديورنج فبراير 8000، التوتال 12000 دي اللي هي يونتس تو اكونت فور. طب التوتال ده حصل له ايه؟ راح فين؟ التوتال ده في جزء منه هو ايه اللي هو في المساله؟ ان هو لسه ما زال تحت التشغيل، ورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا فيريو 2000 وحده. طيب 2000 وحده اطرحهم من ال 12000 يطلع الرقم الناقص اللي هو مخبيه مني وبيسالني عليه، اهو 2000 من 12 يبقى الباقي كام؟ الباقي 10000 وحده completed and transferred up. ادي المطلوب الاول ما خدش منك ثواني. طب نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني اهو بيقول لك what are the equivalent units. ايوه ابتدى بقى يقول لك كلمني عن الايكويفالنت يونتس فور دايركت ماتيريالز. اه ما احنا اتفقنا احنا بنحسب الايكويفالنت يونتس من وجهه نظر كل عنصر تكلفه، بنطلع الانتاج بتاعنا equivalent units بتاعته بالنسبة لبند الماتيريال كام، وبالنسبة لبند الكونفرجن كوستس كام. بص عشان تعمل دي اللي هي ايه الستيب نمبر 2 خلاص. ستيب نمبر 2 بص عشان تعملها بتعمل جدول بسيط زي ده. الجدول ده بتقول انا عندي عناصر التكاليف كل عنصر اعمل له خانة، عندي عناصر التكاليف بتاعتي دايركت ماتيريالز وعندي كونفرجن كوست كويس. طيب عناصر التكاليف دي كل الوحدات بتاعتي كل نوع من الوحدات بتاعتي موقفه ايه في التكاليف دي؟ بص اول حاجه انا عندي اليونتس كومبليتد اند ترانسفيرد اوت، ما انا ببص هنا من الاوت بوت بتاع الخطوه نمره واحد. الخطوه نمره واحد طلعنا ان الاوت بوت بتاعنا ايه؟ 2000 وحده اندر بروسيسنج ان كومبليتد يعني و10000 كومبليتد. انا بقى من اخر خطوه بملى الجدول ده بقول من المخرجات عندي يونتس كومبليتد اند ترانسفيرد اوت اللي هم كام اللي طلعناهم هناك دلوقتي 10000. ال 10000 وحده بص الوحدات دي طالما انها كومبليتد كامله تبقى واخده حقها بالكامل من كل التكاليف، هيبقى الرقم الفيزيكال اللي انا طلعته في السيب نمبر 1 هيبقى هو احطه في الكونفرجن. بص اهو الوحدات دي واخده مواد كانت تكفي تنتج كام وحده؟ 10000. طب واخده كونفرجن كوستس واخده بالكامل، واخده ما يكفي الانتاج 10000. طالما ان هي كومبليتد يبقى الفيزيكال يونتس هي نفسها كونفرجن، هي نفسها ايكويفالنت يونتس. انما الاختلاف واللي عايز تخلي بالك منه في الورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا بيريد. بص كده ورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا بيريد هم كام وحده قال لنا في المساله؟ قال لك 2000 2000 ال 2000 وحده فيزيكال واخدين مواد بالكامل ولا ناقصهم حاجه؟ واخدين بالكامل لانه قال لك في المساله بنفترض المواد اللي اتحط في البدايه، يبقى ال 2000 وحده فيزيكال تحت التشغيل هم فيزيكال واخدين القماش بتاعهم بالكامل، يبقى هم الفيزيكال هو نفسه ايكويفالنت. لكن الاختلاف هيحصل هنا بقى في الكونفرجن. الوحدات دي هل خدت مصنعيه كامله تشطبهم؟ لا، ما هي لو خدت كامله تشطبهم كانوا بقوا كومبليتد. ال 2000 وحده دول احنا بذلنا فيهم مجهود مصنعيه قد ايه؟ اهو انت على راس المساله اهو، الوحدات دي واخده 50% فقط في الكونفرجن. اه يبقى ال 2000 فيزيكال دول ايكويفالنت كام وحده بقى؟ اضرب 2000 تايمز 50% يطلع ان هم اتصرف عليهم كونفرجن كوستس تكفي تطلع 1000 وحده كامله. اهو زي ما انت شايف اهو، طبعا انتوا مش شايفين دلوقتي، نحرك الصوره يا سيدي ما تزعلش اهو. 1000 وحده. طيب يبقى دلوقتي عايزين نحسب بقى، بص السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك وات ار ذا ايكويفالنت يونتس. الايكويفالنت يونتس من وجهه نظر يعني عند الخانه بتاع الدايركت ماتيريال كام؟ وعند الكونفرجن كام؟ في الدايركت ماتيريال ادي الايكويفالنت يونتس اهي 10000 و2000 12000 هيطلع التوتال. يعني معنى كده تاني اهو، يعني احنا حاطين دايركت ماتيريال
تكفي انتاج ال 12000 وحده بالكامل، لان الدايركت ماتيريال احنا مفترضين بتتحط في بدايه التشغيل. طيب حاطط انت صرفت كونفرجن كوستس تكفي تطلع كم وحده؟ 11000. ايوه، لان انا صرفت كونفرجن كوستس كامله على ال 10000 وحده اللي اتشطبوا، ولكن صرفت نص اللي المفروض اصرفه على الوحدات الغير كامله. فيبقى التكاليف الكونفرجن دي خلاص دي كانت تكفي تنتج 11000 وحده فقط. خلاص؟ طيب ده السؤال نمره 2. طب بذمتكم ده يعني ياخد وقت؟ طيب ناخد بعد كده السؤال نمره 3. سؤال ثالث بيقول لك what is the direct materials cost؟ ركز في السؤال. بيقول لك الدايركت ماتيريال كوست والكونفرجن كوست بير ايكويفالنت يونت. يعني بيقول لك احسب لي تكلفه الوحده الواحده من الماتيريال كام، وبرضه طلع لي تكلفه الوحده الواحده من الكونفرجن بكام. نشوف كده اهو، انا ممكن احلها معاك شفه قبل ما اطلعها لك دلوقتي. بص التكلفه بتاعت الوحده بتيجي ازاي؟ بقسم التكاليف على الايكويفالنت يونتس. فهو بيقول لك طلع لي تكلفه المواد، يبقى هجيب تكاليف المواد واقسمها على الايكويفالنت يونتس بتاعتها. طلع لي التكلفه بتاع الوحده في الكونفرجن، هجيب تكاليف الكونفرجن واقسم على الايكويفالنت يونتس بتاعتها. بس انا عايزكم تخلوا بالكم بقى من النقطه هنا يا حضرات، خلوا بالكم كويس معايا. انا دلوقتي الانتاج بتاعي اللي طلع، مش الانتاج ده كان في جزء قديم بايت عندي من اول الشهر وجزء جديد اتصرف خلال الشهر؟ يعني التكاليف بتاعتي عباره عن حاجتين، تكاليف مترحله من الشهر اللي فات بايته في الانتاج بتاع اول مده، وتكاليف اتصرفت جديد خلال الشهر. يبقى لما تيجي تقول لي تكاليف المواد بتاع الانتاج اللي طلع ده، بقول لك الانتاج اللي طلع ده في انتاج جزء كان قديم وجزء جديد. فطالما الانتاج قديم مع جديد يبقى التكاليف بتاعته برضو تكاليف قديمه مع جديد. ومن هنا جت التسميه بتاعت الطريقه بقى ان هي طريقه الايه؟ الويتد ميثود. خلاص سوري، طريقه الافرج ميثود. طريقه الافرج ان احنا بنجمع تكاليف قديمه مع تكاليف جديده والاثنين مع بعض بنطلع لهم متوسط قديم في جديد مع بعض. طب بص كده معايا اهو، يبقى هنا computing the cost per equivalent unit. اول حاجه direct materials، بالنسبه للdirect material، الdirect material اطلع تكلفه الوحده ازاي؟ هجيب التكاليف بتاعت الانتاج القديم اللي كان بقت عندي ناقص شغل اول الشهر زائد التكاليف اللي اتصرفت خلال الشهر. اهو كان الانتاج اول الشهر كان فيه 2000 دولار، واللي اتصرف خلال الشهر 16000 دولار. اهو لو انت طلعت فوق كده في المساله اهو، الورك ان بروسيس ات ذا بيجيننج، خلاص الوحدات دي كانت بايت عندي وفيها 2000 دولار، وخلال الشهر اهو كان فيها 2000 وحده، ال 2000 وحده سوري الوحدات او المده، ادي التكلفه دايركت ماتيريال كان فيها 2000، واللي اتصرف على الانتاج خلال المده 16، يبقى 2000 زائد 16 تكاليف قديمه زائد جديده. خلاص اهو ده بالنسبه للدايركت ماتيريال، يبقى مجموع التكلفتين اقسمهم بقى على ايه؟ على الوحدات الايكوفلنت بتاعت الاثنين. اجيبها منين دي؟ اخر خطوه في ستيب نمبر 2. ما هو دايما كل خطوه بتاخد من اللي قبلها. في الستيب نمبر 2 تحبوا نرجع لها؟ نرجع لها مفيش مشكله. اهو بص ارجع للسلايد اهو، اهو كان عندي ايه؟ كان عندي بقى بالنسبه للدايركت ماتيريال اهو، انا كان عندي في الدايركت ماتيريال الوحدات التامه 10000 والوحدات غير التامه 2000، يبقى انا عندي التوتال هنا كام؟ 12000. ولما حاجه برضو للكونفرجن كان عندي تكاليف في الكومبليتد 10 وتكاليف في الوحدات هنا 10 واخده تكلفه كامله، وتحت التشغيل واخده نص حقها، فهنا الايكوفلنت يونتس 11000. يبقى اذا بقى نروح بقى كده اهو، يبقى هنا الدايركت ماتيريال جمعت التكلفه بتاع الوحدات او المده زائد التكاليف اللي اتصرف خلال المده اهي،
ودي جايبينها اهو من الجدول قدامك، اول المده 2000 وخلال المده 16. طيب الانتاج بقى بتاعي الايكوفالنت يونتس من الجدول بتاع الخطوه اللي فاتت على طول، الانتاج بتاعي ايه بقى؟ 12000، اللي هو مجموع العمود بتاع الدايركت ماتيريال اللي انا لسه موريه لك. هقسم بقى هنا ده 16 و2 تبقى 18 على 12، يطلع الكوست بير يونت تطلع 1.5. خلاص طيب عايزين نشوف، طب تكلفه الوحده من الدايركت ماتيريال قلنا 1.5 بير ايكويفالنت يونت، طب تكلفه الوحده بقى من الكونفرجن كام؟ الوحده بتتكلف عليا في الكونفرجن كام؟ برضو نفس الحكايه، نجمع تكلفه الكونفرجن القديمه زائد الجديده مجموع التكلفتين اهو. بص في الكونفرجن كان عندي اول مده 7900 وخلال المده اتصرف 30600، مجموع الاثنين دول اجمعهم هقسمهم بقى على ايه؟ على التوتال ايكوفالنت يونتس من العمود بتاع الكونفرجن في ستيب نمبر 2 اللي فاتت اللي هو كان 11 اهو 11، اقسم التوتال كوستس على ال 11 ايكوفالنت، يطلع لي ان الوحده الواحده بتتكلف كونفرجن كوستس 3.5. خلاص طيب تكلفه الوحده اللي انا طلعتها في الخطوه دي هستخدمها انا بقى في ان انا لما يطلب مني يقول لي طب الوحدات الكومبليتد تكلفتها لوحدها كام؟ هضرب عدد الايكوفالنت بتاع الكومبليتد في تكلفه الوحده. طب الوحدات اللي هي لسه uncompleted تكلفتها كام؟ هضرب العدد بتاعها equivalent هضربه في التكلفه بتاعت الايكوفالنت يونت اللي انا طالعها دي. يعني تكلفه الوحده اللي طلعتها دي هتبقى دي الاداه اللي انا هستخدمها في استنتاج تكاليف الوحدات اللي تمت لوحدها واللي ما تمتش لوحدها. تعال نشوف، ده كان السؤال رقم 3، تعال نشوف السؤال رقم 4 هيقول ايه؟ ادي الرقمين اهو عملت لك عليهم دوائر اللي هو مطلوبين مننا اهو، المطلوب ده ادي النتائج اهي، ودي اللي تحطها حضرتك بقى، هيبقى ساعتها في المالتي تشويس هيدي لك 4 اوبشنز من ضمنهم خانه فيها 1.5 و3.5، خانه ثانيه هيكون فيها 2 و4 وربع، خانه ثالثه، فانت هتختار الخانه اللي فيها الرقمين دول. السؤال الرابع بيقول لك what amount of direct materials costs and conversion costs is assigned، نزل بقى الصورة دي شوية نشوف، is assigned to completed and transferred out units. يعني بيقول لك قول لنا تكاليف المواد والconversion الاثنين دول اللي هم يتحملوا على الوحدات الcompleted and transferred out. اهو هنحسب بقى، هنقول هي الوحدات الكومبليتد اند ترانسفيرد اوت دي من واقع برضو الجدول بتاع ستيب نمبر 2، الوحدات دي واخده هي تعتبر من وجهه نظر الماتيريال كام وحده؟ احنا بنعمل دلوقتي اساينمنت اهو، هنقول بقى كوستس اوف كومبليتد اند ترانسفيرد اوت يونتس، تكاليف الوحدات اللي تمت وتحولت، عايزين نعرف تكاليفها من وجهه نظر الدايركت ماتيريالز كام؟ هنروح للجدول بتاع الايكوفالنت يونتس اللي هو ستيب نمبر 2، هنقول هي الوحدات دي محطوطه في الخانه بتاعت الماتيريال ايكوفالنت كام؟ هتلاقيها 10000، وبرضه لو حبيت تشوف في الكونفرجن هتلاقي برضه 10000. ايوه ما احنا قايلين الوحدات الكومبليتد بيبقى الفيزيكال يونتس هي نفسها الايكوفالنت يونتس. طيب اهو يبقى في الدايركت ماتيريالز هم 10000 يونت، ونضرب بقى ال 10000 يونت دول نضرب في تكلفه الوحده الواحده، تكلفه الوحده الواحده اللي جبناها في السلايد اللي فاتت على طول، قلنا الوحده بتتكلف ماتيريال 1.5 وبتتكلف كونفرجن 3.5 لسه قايلينها كويس، هتضرب الاثنين دول يطلع لك تكلفه المواد اللي هي assigned to completed units. طيب الكومبليتد يونتس واخده برضو assigned بكونفرجن كوستس كام؟ اهو كونفرجن كوستس بتاعت الكومبليتد تساوي هي الوحدات دي في الخانه بتاعت الكونفرجن كوستس في الجدول نمره 2 خطوه نمره 2 كام؟ 10000 برضه من غير ما تروح حتى للخطوه،
ما احنا متفقين الفيزيكال هي نفسها الايكوفالنت في الوحدات الكومبليت، هما بيختلفوا في الورك ان بروسيس بس. طيب يبقى هنا الوحدات 10,000 ايضا مضروبه في 3.5 اللي لسه جايبينها في الخطوه رقم 3 اللي فاتت، يبقى التكلفه كذا. ويبقى الرقمين اللي هو طالبه منك، بص السؤال طالب منك رقمين، يبقى الرقمين دول اهو هيكون عندك اهو الرقم ده والرقم ده. تبص انت بقى في البابل شيت اللي مديها لك وتبص في ورقه الاسئله، ورقه الاسئله هيديك 4 اوبشنز من ضمنهم اوبشن حاطط لك فيه 15 و35، لكن في اوبشنز ثانيه هيبقى 25 ومش عارف 17، حاجات ثانيه بقى كده بعيد عنك يعني مالكش دعوه. ده كان ايه؟ سؤال رابع، بص ما خدش مننا ثواني. السؤال بعد كده خامس، في خامس، طب وماله احنا هنخاف. السؤال الخامس بيقول لك what amount of direct materials costs and conversion costs. تاني؟ لا مش تاني بقى، النوبات بيقول لك assigned to أو assigned to work in process at the end. النوبادي بقى هو طالب تحسب له المواد والconversion اللي to be assigned للwork in process at the end of the period. خلاص تحسبها نفس الحكاية. هنرجع بقى، طب هنقول هنا هو بالنسبة للمواد الassignment بعمله هو بالنسبة للإيه؟ حاضر. بالنسبة للdirect materials الوحدات الورك ان بروسيس هم ايكويفالنت كام وحده؟ احنا متفقين الماتيريال بتتحط في بدايه الانتاج يبقى جميع الوحدات سواء كامله او ناقصه واخده حقها بالكامل من غير ما ترجع حتى للجدول، لكن ارجع للجدول بقى معلش مع الزحمه. هتلاقي في الجدول هناك الدايركت ماتيريال، هتلاقي العمود بتاع الدايركت ماتيريال محطوط في الورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا بيريود بكام؟ محطوط بالكامل اللي هم ال 2000 وحده. ونضرب بقى في تكلفة الوحدة، الوحدة اللي احنا طلعناها في ستيب نمبر 3 1.5 يطلع لك كام؟ $3,000. طيب الوحدات تحت التشغيل اخر المدة دي يا ترى نصيبها من الكونفرجن كوستس كام؟ هنجيب بقى هي الوحدات دي الايكويفالنت يونتس، الايكويفالنت يونتس بتاعتها كام؟ هما فيزيكال 2000 لكن هما اتحط فيهم نص المجهود فقط، فهتروح في الجدول بتاع ستيب نمبر 2 هتلاقي ان الوحدات دي محطوطه في الخانه بتاعه الايكويفالنت يونتس محطوطه 1000 وحده فقط اللي هما 2000 مضروبه في 50%، والوحده بتتكلف 3.5 احنا مطلعينها دلوقتي في الخطوه اللي فاتت، يبقى التكلفه بتاعتهم 3.5. ويبقى الرقمين اللي هو طالبهم اهم، حضرتك هتبص بقى في ورقه الاسئله شوف الرقمين دول موجودين في انهي خانه، في ايه ولا بي ولا سي ولا دي، وتروح معلم في البابل شيت كده. 5 ريكويرمنتس مطلوبين منك على المساله الاولى اللي الشركه ماشيه فيها بطريقه ايه؟ الافريج ميثود. دي المساله بقى نمره 2، بنقول لك طب افرض ان الشركه بتاعت حسن برضو، بص قد ايه بقى الغيظ، افرض ان الشركه بتاعت حسن دي قررت انها تتبع طريقه ايه؟ الفيرست ان فيرست اوت مش الافريج بقى، ونفس بيانات المساله مدينها لك تاني اهو، بس هي في الامتحان بقى مشي كده. في الامتحان هيقول لك بقى ايه؟ ريفيرنج تو كويتشن نمبر كذا، بالرجوع الى كذا، افترض ان هذه الشركه عايزه تتبع طريقه الفيرست ان فيرست اوت، يعني مش هنقعد نكتب لك نفس المساله مره ثانيه، ما هي عندك، بنقول لك ارجع لها بس حلها مره ثانيه بقى بالتطبيق على طريقه ايه؟ باتباع طريقه الفيرست ان فيرست اوت. فنفس البيانات اللي خدناها هناك انا مكررها لك هنا، بس في ورقه الامتحان مش هكررها لك ثاني خلاص. اي نفس البيانات. طب ايه بقى المطلوب؟ هتحل برضه زي ما اتفقنا، هتعمل الفور ستيبس اللي قلت لك عليهم، اول خطوه اللي هي سمرايز ذا فلو اوف فيزيكال يونتس، الخطوه الثانيه اللي هي كومبيوتنج اوتبوت ان تيرمز اوف ايكويفالنت يونتس، الخطوه الثالثه اللي هي كومبيوتنج كوست بير ايكويفالنت يونت، الخطوه الرابعه اساينينج كوست. هيطلب منك اللي قلنا عليه كويشن نمبر 1
بيقول لك how many units are completed and transferred out. هتجيبها من الخطوة الأولى. بيقول لك عدد الوحدات اللي تمت وتحولت كام. بس ركز معي أنت هناك هتكون الرسمة عاملها أهو. الفرق اللي هي work in process at the beginning 4000 plus the units started يبقى total to account for 12000. دول راحوا فين؟ جزء منهم هو يقولي في المسألة هو جزء منهم مخرجات عبارة عن 2000 وحدة تحت التشغيل uncompleted أو وسكت. طب بقيت 12 بيقول لك افهمها انت بقى. اطرح بقى ال 2000 من 12 يطلع ان الباقي 10000 ده اللي هم completed. فهو بيقول لك هنا في السؤال كم وحدة completed and transferred out؟ اهو ال 10000 وحدة دول. ادي الاجابة. طيب السؤال الثاني بيقول لك هاو، ركز معايا بقى في اللي جاي، بيقول لك هاو ميني يونتس، كم وحدة started and completed. خلي بالك السؤال اللي فات كان بيقول لك عدد الوحدات اللي تمت. طبعا الوحدات اللي تمت وتحولت بتبقى جواها الوحدات القديمة اللي كانت ناقصة وبيت عندي ووحدات من الجديد. هو هنا ما قالكش طلع دي ودي الوحدات، بيقول لك الوحدات الكمية اللي اتشطبت وطلعت فطلعنا له ال 12 ال 10000. لكن انه بادي بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك الوحدات اللي تمت دي المفروض من جوه فيها جزء كان بايت عندنا اول المده اللي هم ال 4000 دول، والباقي من الوحدات الجديده. يعني ال 10 دول نفصصهم ينقسموا الى ايه؟ 4000 قدام والباقي 4 من 10 تبقى 6 جداد. اتفهمت ولا هنبتدي نسرح؟ فهمت سهلة. فبص في السؤال ده كان بيقول لك اديني الكومبليتد كلها، ما فتحش بقه وقال لك قديم ولا جديد فطلعنا كل الكومبليت. انما السؤال الثاني بيقول لك لا، السؤال الثاني بيقول لك بقى قول لنا الوحدات اللي كملت وتشطبت وطلعت دي، مش انت عارف ان فيها جزء انتاج قديم وجزء جديد؟ قول لنا الانتاج الجديد اللي فيها كام. اهو يقول لك هاو ميني يونتس، كم وحده من الجديد داخله في الكومبليتد يونتس. اهو عملت لك انا هنا تاني اهو. بص الايه السمرايزنج بتاع الفلو، ادي 4000 اول مده زائد 8000 استلمناهم 12000 تو بي اكاونت فور. خلاص ال 12000 دول طلعنا منهم، طلع الصوره دي بقى فوق شويه كده مش عايزينها. ايوه ال 12000 دول منهم 10000 زي ما عملنا في السلايد اللي فات، 10000 وحده اتشطبوا ومنهم ايه بقى، ومنهم 2000 uncompleted. لغاية كده دي زي الخطوة اللي فات. هنخش بقى in depth، هنخش نتعمق شوية. هنقول بقى الوحدات الcompleted دي لو دققنا النظر فيها هنلاقي ان الوحدات دي بالمنطق كده، الوحدات اللي اتشطبت، المنطق بيقول ان انا لما بدأت اشتغل في فبراير، اول ما فتحت المصنع في فبراير وابتديت اشتغل، المنطق بيقول ان اول حاجة هعملها هشطب الانتاج اللي بقيت عندي قديم، اللي بقيت لانه ناقص تشطيب هشطبه عشان اخلص منه. يبقى هنا الفرض بقى المتبع ايه هو؟ ان الانتاج القديم أبدأ في تشطيبه أولاً، عشان كده الطريقة بقى اسمها first in first out. الوحدات اللي كانت عندي في الأول هي دي اللي أشطبها وتطلع الأول. يبقى ال 12 ال 10000 وحدة دول، ال 10000 دول هيبقوا لما حللهم من جوه هلاقي إن منهم ال 4000 وحدة اللي كانوا أول مدة، ال 4000 دول أول وحدة أنا أول كمية اشتغلت فيها وطلعتها. والباقي بقى بقيه العشره اللي هم 6000 ده وحدات ايه بقى؟ اهو حتى بص اللوحه عماله ترقص قدامك اهو عشان يقول لك هو ده اللي مطلوب. يبقى هو بيقول لك هنا كم وحده ستارتد اند كومبليتد؟ 6 دول ستارتد اند كومبليت، لكن الاربعه دول مش ستارتد، دول قدام بيتين، دول انفنتوري. ادي الاجابه 6000. أرجوكوا تخلي بالك في الحتة دي عشان ما تعملكش لخبطة. خلاص؟
طيب ده كان السؤال نمرة اتنين. خش سؤال نمرة ثلاثة، عايز ايه؟ بيقول لك what are the equivalent units for direct materials and conversion costs respectively for February. بص بقى طريقة، خلي بالك معايا لو سمحت، في طريقة الفيرست ان فيرست اوت احنا مختلفين عن طريقة الافريج اللي فات. الطريقة اللي فاتت بتاعت الافريج بالبلدي كده، الطريقة بتاع الافريج يقول لك احنا مش هنفرق بين الانتاج القديم والجديد، احنا هنمزجه مع بعض، هنلخبطه مع بعض، انتاج قديم مع جديد، ومادام جمعنا الانتاجين مع بعض كوحدات يبقى برضو التكاليف القديمة والجديدة مع بعض، يبقى تكاليف قديمة مع جديدة نجمعهم مع بعض ونقسمهم على الانتاج القديم مجموع مع الانتاج الجديد، عشان كده بنطلع average. لكن طريقة الفيرست ان فيرست اوت يقول لك لا لا لا، احنا مش عايزين اللخبطة اللي بتتعمل دي، مش عايزين اللخبطة دي. يعني ايه؟ يقول لك انا عايز افصل التكاليف اللي اتصرفت الشهر اللي فات، افصلها لوحدها عن التكاليف اللي انا صرفتها الشهر ده. طب ليه يا جماعه بتعملوا كده؟ يقول لك لان احنا بنحسب التكاليف لكذا غرض، بنحسب التكاليف for the purpose of pricing، بحسب التكاليف لغرض ان انا اسعر المنتج، ماشي ده غرض، بنحسب التكاليف for the purpose of مثلا cost control الى اخره الى اخره. لكن خلي بالك من ضمن برضو الاهداف اللي من اجلها بتحسب التكاليف ان احنا نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها performance evaluation، عايزين نعمل تقييم اداء، عايزين نشوف الاداء بتاع مدير الاداره، مدير المرحله يا ترى بيتحسن من شهر لاخر ولا بيتدهور. فأنا عشان أقيم الأداء بتاع كل مدير وقرنه من شهر لآخر يبقى لازم أكون بحسب التكلفة بتاعت كل شهر لوحده separately، إنما ما تحسب ليش تكلفة ممزوجة، ما تحسب ليش تكلفة خليط بين تكاليف شهر فات وتكاليف شهر ده. أنا عايز أقيم أداء المدير في شهر فبراير اللي أنا فيه، فما تدخليش في الحسبة بتاع تكلفة الوحدة بقى، ما تدخليش معاها التكلفة بتاع البضاعة القديمة اللي كانت صرفت الشهر اللي فات، انت كده بتلخبط بقى. انا عايز اقيم اداء فبراير وقارنه بعد كده بيناير وقارنه بعد كده بمارس. عرفت بقى الحكمة من النقطة اللي بشرحها دي دلوقتي؟ يبقى لاغراض البرفورمانس ايفالويشن طريقة الفيرست ان فيرست اوت تعتبر ضرورية، طريقة الأفريج ما تنفعش لو الشركة عايزة تعمل performance evaluation، هتبقى النتائج بتاعتها distorted مشوهة. طب شوف كده بقى معايا، فبيقول لك what are equivalent units of direct material and conversion costs for February. بيقول لك احسب لي تكلفة الوحدة الوحدة من الماتيريال ومن الكونفيرجن من التكاليف اللي اتصرف في فبراير. طيب مادام عايز احسب تكاليف الوحده اللي اتصرفت، التكاليف اللي صرف في فبراير، يبقى انا هجيب تكاليف اللي صرف في فبراير اهو، انا عندي دلوقتي اهو ادي التكاليف اللي هي ديورنج فبراير، ادي الماتيريال وادي الكونفرجن دي لوحدها بقى، الثانيه دي بتاعت الانتاج اللي بايت عندي او الشهر مش دعوه بيها. انا دلوقتي بيقول لك احسب لي الوحده الواحده بتتكلف كم من التكاليف الجديدة بتاعت فبراير؟ خلاص؟ فأنا في الحالة دي بص هنعمل إيه بقى؟ عايزين نحسب التكلفة. أنا عندي عايز، هو طالب مني أحسب له تكلفة الوحدة في الضايف ماتيريال كام والكونفيرجن كام. طيب نشوف كده، هنيجي نقول بقى بص معايا، ما أنا عايز التكاليف دي أهي، دي التكاليف الجديدة. طيب التكاليف الجديدة دي عشان أطلع تكلفة الوحدة الواحدة منها لازم أقسم التكاليف دي على الإنتاج اللي هي دخلت فيه، دي التكاليف الجديدة اللي اتصرفت خلال الشهر ده، يبقى لازم أقسم التكاليف دي على المجهود والإنتاج اللي بوزل الشهر ده، ما دخلش معايا في الحسبة بقى المجهود اللي كان بوزل الشهر فات وبايت في بضاعة تحت التجارة أو المدة. نشوف كده، يبقى إذن الانتاج اللي
اتعمل الشهر ده واتصرفت عليه التكاليف الجديده دي. مين بقى؟ اول حاجه انا البضاعه الشهر ده بقى في فبراير لما دخلت المصنع، اول حاجه قابلتني في وشي قوم البضاعه اللي بقت من يناير. فاول حاجه عملتها ان انا جبت قوم البضاعه ده وشفت هو ناقصه ايه، رحت مستكمله. يبقى انا عملت اول حاجه استكمال النقص اللي موجود في بضاعه اول مود. يبقى اذا بنقول عشان كده بنقول completing the working process beginning، استكمال لان هي كانت بايته وفيها جزء من المجهود. انا بقى الشهر ده كملته. يبقى هنا completing، انا استكملت. ركز معايا بقى، هي الوحدات اللي عندي اول مده، ارجوكم تركزوا دي اهم نقطه، الوحدات اللي كانت بايته عندي قديمه اول مده انا بستكملها. هتستكملها، هي ناقصها ايه عشان تستكملها؟ هي بالنسبه للماتيريال ناقصها حاجه؟ لا، احنا مفترضين الانتاج بياخد كل الماتيريال اول ما نبدا فيه بغض النظر عن انه اتشطب ولا لسه. يبقى الوحدات دي بايته عندي وهي معاها الماتيريال بتاعتها كامله، مش عايزه مني حاجه الشهر ده. عشان كده هنشوف الوحدات دي في الخانه بتاع الدايركت ماتيريال احنا ما حطينا لهاش دايركت ماتيريال الشهر ده، هي كتر خيرها جايه ومعاها الماتيريال بتاعتها من الشهر اللي فات. يبقى هنا الوحدات دي انا ما حطيتهاش، يبقى اذا المواد اللي حطيتها فيها الشهر ده ايه؟ زيرو، هي واخده المواد بتاعتها. امال انت عملت ايه؟ انا استكملت المصنعيه، هي الوحدات دي 4000 وحده كانوا بايتين ومعمول لهم 20% مصنعيه من الشهر اللي فات، يبقى كان ناقصهم كام مصنعيه؟ 80%. انا بقى رحت مشطبهم بقى، عملت لهم ال 80% اللي ناقصاهم. ايوه، يبقى انا حطيت 80% استكمال، 80% من كام وحده؟ 4000، اضرب 80% 4000 تطلع 3200. بص كده، يبقى انا بحط هنا التكاليف استكمال، دي التكاليف اللي انا حطيتها فوق التكاليف القديمه اللي البضاعه بايته بيها. فانا عشان اعمل تقييم اداء انا بتكلم على مجهود الشهر ده فقط. مجهودي الشهر ده عباره عن ايه؟ انا مجهودي الشهر ده اول حاجه استكملت الناقص، وبدات في وحدات جديده وشطبتها، وبدات في وحدات جديده بس ما لحقتش اشطبها. ثلاث حاجات. فاول حاجه عملتها اهو استكمال الناقص، خلاص. تاني حاجه بدات مسكت وحدات من الجديده بقى، يونتس ستارتد اند كومبليتد، خدت وحدات من الجديده وشطبتها. طالما شطبتها يبقى انا اديتها الشهر ده بقى مواد كامل. ايوه طبعا، هم كام وحده احنا حسبناهم في السلايد اللي فاتت؟ كام وحده اهو؟ 6000، عشان هم اللي اتشطبوا كلهم 10000 بس منهم اربعه قدام. فالوحدات اللي انا عملتها جديد وشطبتها الشهر ده بقيت ال 10000 اللي هم 6000 دول بقى كومبليتد. انا عشان كومبليتد يبقى مديهم مواد كامل واديتهم كونفرجن بالكامل. خلاص، ده المجهود اللي انا بذلته الشهر ده عشان لما يقيموا ادائي. طيب، يبقى بنقول انا المجهود اللي عملته الشهر ده، اعيد تاني، المجهود اللي انا بذلته الشهر ده ويخش في تقييم الاداء بتاعي، اول حاجه بذلت مجهود في استكمال وتشطيب القديم. خلاص اهو. نمره 2، بدأت أمسك في الإنتاج الجديد، خدت منه كمية والحمد لله شطبتها بالكامل، يبقى هنا started and complete. المجهود الثالث، بقيت الوحدات الجديدة خدتها وحاولت أشطبها بس ما لحقتش، فبذلت فيها جزء مجهود. كويس، المجهود اللي بذلته فيها قد إيه بقى؟ هما كام وحدة الأول اللي هما من الجديد الباقي عندك؟ 2000. ال 2000 وحده دول انا اديتهم، بدل مسكتهم اديتهم ماتيريال كامل، يبقى اذا هيبقى حطيت فيهم ماتيريال كامل، يبقى 2000 وحده. طيب اديتهم كونفرجن كوست بالكامل؟ لا، ما لحقتش والله، انا اديتهم 50% بس، يبقى 1000. فيبقى اذا المجهود اللي انا بذلته، ركزوا معايا بقى، المجهود اللي انا بذلته انا يا مدير الشهر ده فقط من غير ما ادخل فيه مجهود الشهر اللي فات، المجهود اللي انا بذلته، انا حطيت دايركت ماتيريالز
تكفي إنتاج 8000 وحدة. وطبعا تكلفتها كانت كام؟ أهو 16000. 16000 ماتيريال اتصرفوا على مجهود الماتيريال 8000. وبالنسبة للكونفيرجن المصنعية، أنا بذلت مصنعية وعرق وجهد يكفي 10200 وحدة، وده كلفني 30600. يبقى لو أنا قسمت 30600 كونفيرجن كوست على الايكوفالنت يونتس بتاعتها، يطلع لي الوحده بتتكلف في الشهر ده كونفرجن كام. ولو قسمت الدايركت ماتيريال 16000 على الايكوفالنت يونتس بتاعتها، يطلع لي الوحده بتتكلف دايركت ماتيريال في الشهر ده بكام. خلاص، هو هنا المطلوب كان قال لك يا دوبك طلع لي ايكوفالنت يونتس. ادي الايكوفالنت يونتس اللي طلعت اهي في الاخر اهي، خلاص ادي النتيجه اهي، علمت لك عليها. هتبص بقى في الاوبشنز اللي مديها لك في الاجابه، تنقي الخانه اللي مكتوب فيها 8000 و10200. طيب السؤال الرابع بيقول لك وات ار ذا دايركت ماتيريالز. ركز معايا، ما هي تكلفه الدايركت ماتيريال والكونفرجن؟ التكلفه بتاع الماتيريال والكونفرجن بتاعت الوحده الواحده اللي اتصرفت خلال فبراير. انا لسه كنت عاملها لك دلوقتي من شويه اهو، فاكرين لما انا قلت لك انا دلوقتي ما دام عملت الجدول ده، انا اقدر لو عايز اعرف تكلفه الوحده من الماتيريال اقسم تكاليف الماتيريال 16 على 8. عايز اعرف تكلفه الوحده من الكونفرجن اقسم تكاليف الكونفرجن على الايكوفالنت يونتس بتاعتها. خلاص، ده السؤال ده متجاوب جاهز اهو. بيقول لك دايركت ماتيريالز ايكوالز، اهو بص انا عملت لك هنا حتى الاسهم جميله، او الاسهم اهو ال 16 تتقسم على ايه؟ ادي ال 16000 تتقسم على الايكوفالنت يونتس 8 اللي هي جايبها من الجدول اللي فات. وبالنسبه او تطلع الوحده باثنين. لاحظ بقى، بص في الطريقه بتاعت الافريج كانت تكلفه الوحده هناك كام؟ كانت واحد ونص. هنا تكلفه الوحده بالطريقه دي تطلع اثنين. شفت بقى؟ يبقى لو كان المدير شغال بطريقه الافريج هيطلع مجهود حلو قوي بتاعه، يقول لك بص انا كلفت الوحده دولار ونص، لكن حقيقه الامر في شهر فبراير الراجل ده عنده اسراف، فالوحده بتتكلف عنده 2 دولار مش 1.5. شفت بقى الطريقه دي بتكشف التلاعب ازاي ومفيده في تقييم الاداء ازاي؟ طب الوحده الواحده بتتكلف كام في الكونفرجن؟ اهو الكونفرجن كوستس اهي 30600، هنجيبها هنا كده عشان نقسمها اهو، نقسمها على الايكوفالنت يونتس في الجدول بتاع ايه الكونفرجن اللي هي 10 و200. تطلع الوحده الواحده بتتكلف 3 بير ايكوفالنت يونت. ده المطلوب الرابع. طب المطلوب اللي بعد كده، في مطلوب يا ترى ولا خلص؟ شوف كده معلش. في المطلوب الخامس بيقول لك بقى، في المطلوب الخامس بيقول لك ايه؟ معلش عشان مش واضحه عندي هنا الشاشه للاسف. طيب بيقول لك بيقول لك ما مقدار what amount of costs assigned to both completed units and work in process at the end of the period. عايز بيقول لك مش احنا التكاليف اللي صرفناها دي طلعنا بيها الاوت بوت بتاعنا في وحدات completed قديم وجديد وفي وحدات uncompleted، قول لنا بقى تكلفه دي كام ودي كام؟ هنحسب بقى. بص يبقى بنعمل assignment للmanufacturing costs، ايوه عمليه assigning. كويس، اول حاجه عايزين نحسب تكاليف الوحدات اللي تمت وخرجت. ارجع افكركم، فاكر في ال summarizing of the flow of units التتبع، احنا كنا قلنا ان اليونتس الكومبليتد كام وحده؟ 10000، واليونتس ان كومبليتد اخر المده 2000، ده الاوت بوت مش كده؟ بس خلي بالك بقى، الوحدات اللي تمت 10000 عملنا لها بعد كده تفصيله اكتر، قلنا ال 10000 دول يتكونوا من ايه بقى؟ وحدات قديمه من اول المده 4000، ووحدات بداناها جديده ب 6000. خلاص ايوه والله. فانا لما اجي احسب بقى التكاليف بتاع الوحدات اللي تمت، ما انساش بقى التفصيله دي. بص كده، اول حاجه كان عندي وحدات قديمه
بقت عندي بتكاليف قديمه، يبقى عندي work in process at the beginning، دي تكاليفها القديمه على بعضها كده اجمعها، كان فيها 2000 ماتيريال و7900 ايه conversion costs، دي التكاليف اللي كانت الوحدات بايته بيها. وبعد كده صرفت عليها تكاليف استكمال، يبقى completing the work in process at the beginning، يبقى انا عندي التكاليف، بص تكاليف بايت بها الوحدات او المده، وتكاليف اتصرفت لاستكمالها. خلاص كان بقى تكاليف الصرف لاستكمالها ما بين مواد وما بين conversion. بالنسبه للمواد انا ما صرفتش عليها، لانها زي ما انا كنت في الجدول اللي فات، الوحدات دي بايته واخده مواد بتاعتها بالكامل، يبقى هي خدت دايركت ماتيريال زيرو. طيب خدت كونفرجن؟ اه طبعا، ما انا اضطريت اشطبها. كونفرجن كام؟ انا الكونفرجن كوست بير يونت لسه حاسبها دلوقتي $3، وهم ايكويفالنت يونتس كام؟ 3200 من واقع ايه الجدول اللي هو في ستيب نمبر 2. يبقى التكاليف كذا، يبقى الورك ان بروسيس ات ذا بيجيننج تكاليفه كام؟ تكاليف قديمه كانت بايته بيها قد كده، زائد تكاليف اتصرفت خلال الشهر ده 9600. عشان اوضح لكم بس الصوره، التكاليف اللي الوحدات دي كانت بايته بيها الرقمين دول 9900، والتكاليف اللي انا كملت بيها تشطيبها الشهر ده 9600، يعني مجموع الاثنين دول يديك تكاليف الوحدات اللي كانت اندر بروسيس ات ذا بيجيننج اوف ذا بير. طب دي الوحدات القديمه، الكومبليت تشمل القديمه، ادي القديمه اهي، وتشمل وحدات جديده 6000 وحده بداتها وشطبتها الشهر ده. كويس، 6000 وحده دول واخدين دايركت ماتيريال 6000 اضرب في الوحده الواحده باثنين، واخدين كونفرجن هم برضو 6000 واضرب في تكلفه الوحده 3، يبقى ادي الوحدات اللي هي ستارتد اند كومبليتد تكاليفها 30000. وادي ارجوك تحل في الامتحان بالتفاصيل دي، لان هو هيجي يسالك بقى يقول لك قول لي تكاليف الوحدات اللي ستارتد وكومبليتد لوحدها كام، اهو طالعه اهي، يقول لك طب تكاليف استكمال الوحدات اللي كانت ناقصه كام، اهي، طب التكاليف بتاعت الوحدات كاملة اللي تحت التشغيل قديم وجديد كام؟ الاثنين دول. انت لازم تبقى فاهم بقى التفاصيل وكل واحدة معناها ايه ارجوك. يبقى انا بقى المجهود اللي بذلته الشهر ده وبعمل تكاليفه كام بقى؟ اول حاجة احنا في الاوتبوت في عندنا completed and transferred out unit 10000. ال 10000 وحدة دول كان في منهم 4000 وحدة قدام بايتين بتكلفة قديمة كذا وصرفت على استكمالهم كذا، أدي ال 4000 وحدة القدام، وبقيت ال 10000 6000 وحدة ده إنتاج جديد اتصرف عليه ماتيريال وكونفرجن بقد كده. طب ناقص إيه تاني؟ ناقص بقى إن أنا عايز أحسب المجموعة التانية، دي المجموعة نمرة واحد اللي هي الكوست أوف يونتس كومبليتد، عايز بقى نمره اثنين الكوستس اوف ايه بقى uncompleted، الوحدات اللي هي ايه تحت التشغيل ناقصه اخر المده، ادي الكوست اوف ورك ان بروسيس ات ذا اند اوف ذا بيت. بص قبل ما اخش في دي، شوف بقى هنا، يبقى نمره واحد كوستس اوف يونتس كومبليتد، لو هو بيقول لك اديني تكلفه الوحدات الكومبليتد انت حسبتها بالتفصيل وادي التوتال بتاعها. اما انا مديلك بالتفصيل هنا ليه؟ ايوه، لان هو ممكن ما يطلبش الرقم النهائي ده على طول، ما يقولكش اديني الكوست بتاع الكومبليتد، لا ممكن يقول لك كوستس اوف يونتس كومبليتد از فور دايركت ماتيريال، يبقى بتطلع له بقى الكومبليتد واخده ايه من الدايركت ماتيريال وهكذا. طيب معلش خليك معايا، العمليه اصلها سهله مش محتاجه يعني خوف. يبقى المجموعة الأولى كان الإنتاج اللي هو تم وخرج، المجموعة الثانية بقى اللي هي فيها دلوقتي الإنتاج اللي تحت التشغيل آخر المدة، ده برضو بنحسب يا ترى واخد دايركت ماتيريال بكام؟ واخد كونفرجن بكام؟ أهو في الدايركت ماتيريال بنجيب هو إيكويفالنت يونتس بتاعته في الجدول نمرة 2 كام؟ 2000 وحدة، والوحدة بتتكلف دايركت ماتيريال كام؟ 2، خلاص يبقى 4000. طب as for the conversion cost،
هم 1000 وحدة بس، لأن هم دول خدوا 50% بس مجهود. في تكلفة الوحدة الواحدة الإيكوفلنت 3 يطلع لي 3، ويبقى التكلفة بتاع البضاعة اللي هي ناقصة 7000. لو أنا جمعت بقى ال 30000 وال 7000 سوري ال 30000 دي، لا لو جمعت أنا التكاليف بتاعت الثلاثة دول زائد ال 7000 هيطلع لي التوتال مانيفاكتشرنج كوست. وكده يا حضرات اشكركم، وكده احنا خلصنا الفيديو رقم 3 اللي هو بيتكلم معانا في الفيديو ده، اللي هو احنا كنا بنتكلم فيه في البروسيس كوستنج يا جماعه. وانا كده بشكركم وبطمنكم وبحلف لكم والله العظيم لو انتوا ذاكرتوا كويس الثلاثة فيديوز دول، أرجوك مش عايزك تستعين بأي ماتيريال تانية، لا ماتيريال خارجي، ولا تقول لي زميلي واخد درس خصوصي مش عارف أبصر إيه، كل ده كلام فاضي، ولا حتى التكست بوك، ولا حتى فيديوهاتي أنا التفصيلية اللي كنت أعملها في أول السنة. يا سلام للدرجة دي؟ أيوة أقول لك أهو. استخدم، استعين فقط، استعين بالله أولا طبعا، بعدين استعين بمذاكرة ومشاهدة الثلاثة فيديو دول مرة واثنين وثلاثة. وما تنسوش زي ما قلت أنا لأولادي في الفيزيكال ميتينج في الكلية، ما تنساش كل واحد منكم يزكي عن العلم بتاعه. يعني إيه؟ يعني حضرتك بعد ما خلص الثلاثة فيديو دول إن شاء الله كويس وتحل بإيدك، أنا واثق إنك أنت بإذن الله هتبقى بروفيسور. طب انت اشكر ربنا بقى ان هو اداك العلم ده ويسره لك وبقيت مية مية. زكي بقى عن العلم ده ازاي؟ يعني تعرف زميل او زميلة يكون بيشتغل اصلا وما بيقدرش يحضر وما عندش وقت كافي ان هو يسمع ويذاكر الكلام ده، هاته يا اخي. بس بعد ما تكون ذاكرت انت كويس هاته، او اقول لك اعمل عمليه تجاريه، انت قول له انا هاجي اذاكر لك، تروح عنده بقى عشان العشاء والعصير وبتاع يبقى على حسابه هو، روح واقعد معاه وشغل، اوعى تشرح له من مخك، لا ارجوك شغل الفيديو واحده واحده ووقف عند كل خطوه وقول له فاهم دي يعني ايه واشرح له، لكن السورس بتاعك يبقى الفيديوهات، بلاش تعتمد على ذاكرتك لحسن تنسى نقطة وتعلم الغلبان ده يبقى خدت ذنبه في رقبتك. يا جماعة الذكاء، الذكاء مش بالمال بس، الذكاء بالمال وبالعلم وبالصحة بكل حاجة، كل نعمة ربنا أنعم بيها عليك يستحق عليها ذكاء. لازم نتعاون مع بعض، لازم كلنا يا جماعة نحب بعض. والله العظيم لو كلنا حبينا بعض وعملنا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك حبوا لأخيك ما تحبوا لنفسك، مجتمعنا هيتغير تماما وهنبقى أحسن دولة في العالم. إنما نشتغل بالأنانية ونعمل زنب ومقالب في بعض وكلام من الوحش ده، ربنا إن شاء الله يهديكوا ويوفقكوا. وأنا زي ما قلت لكم إن شاء الله كله هيجيب فول مارك بإذن الله. امتحان سهل جدا جدا، هيتحل في ساعة، في نص ساعة وخمس دقايق، وهتبقوا أنتوا محتارين بقى طب خلصتوا بدري تعملوا إيه؟ أوعى لما تخلص بدري تقول عايزين نفتح الجمعية التعاونية بقى، التعاون، وتبتدي بقى تطمن على زميلك، أوعى أنت حر، كده أنت هتضره. أشكركم وإلى اللقاء بقى في لجنة الامتحان إن شاء الله. إن شاء الله هاجي كده أمر عليكم إذا ربنا أحيان يعني وكان ليه عمر، وحمر عليكم كده، ويعني مش همر عليكم وأخش أشمت فيكم، لا والله ده أنا هخش كده عشان يعني أبتسم كده وأطمن عليكم وتكمل فرحتي. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.